بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الناس دخلوا، لو ممكن بس تأكدوا لي إنه الصوت واضح والشاشة واضحة. اللايف حيكون كبرزنتيشن يعني، فقاعد أعمل سكرين شير عشان كده. كبرزنتيشن يعني، فقاعد أعمل سكرين شير عشان كده. طيب، أنا شايف الآن في حوالي 100 شخص موجود، فأعتقد ممكن نبدأ. أنا بس هركب سماعات الآن إن شاء الله، بس يكون الصوت واضح ما يكون فيه أيوه. طيب، طيب أعتقد نبدأ الآن. يا ريت بس لو الناس تأكد لي مرة ثانية أن الصوت واضح، لأن ركبت السماعات ومشغل اللابتوب ومشغل الموبايل، ف أتأكد أنه ما في تداخل في الصوت ولا حاجة زي كذا يعني. طيب تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لجميع الناس الحاضر، ما شاء الله عدد كبير، 160 في حوالي أقل من دقيقة. أرحب بكم في اللايف عن مبادرة الباحثين السودانيين بعنوان تجربتي في كتابة ونشر الأوراق العلمية وخطوات سريعة للانطلاق في الكتابة العلمية. أنا محمد الحاج، مشرف في مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين، واللايف إن شاء الله هيكون زي خلاصة لتجربة بتاعتي في الكتابة العلمية ونشر الأوراق العلمية، وحيكون دسم بعض الشيء، فالناس تجهز عندها أوراق وأقلام، طبعا حيكون مسجل اللايف ترجعوا له فيما بعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، دي سيرة ذاتية سريعة. أنا تخصصي البكالوريوس كان في هندسة الميكاترونكس في جامعة نوتنغهام، تخرجت سنة 2012. كان بحث التخرج عن الطاقة الشمسية الحرارية. بعدين درست، عملت الماجستير بجامعة جامعة الوطنية الماليزية، تخرجت سنة 2014، وتخصصي هناك أيضا كان متعلق بالطاقة المتجددة، بالأخص تطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية في تحلية في إنتاج توليد الطاقة. بعدين من سنة 2015 ل 2019 كنت هنا في قطر في جامعة حوت بن خليفة، بحضر الدكتوراه في تخصص الطاقة المستدامة، والديزرتيشن بتاعي أو البحث كان عن تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية. طبعا بتكون لاحظت من السيرة الذاتية دي أنه اهتماماتي ومجالات بحثي في الأساس متعلقة بالطاقة المتجددة. فأنا الريسيرش انترست بخصصة في موضوع رينيوبل انرجي موديلينج، سياسات وتمويل الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية الحرارية المركزة هو كونسنتريت سولار باور، تحلية المياه،
حتى البعض العلوم البيئيه زي اللايف سايكل اسسمنت عندي فيها اهتمام كبير واشتغلت فيها كثير اثناء بحثك الدكتوراه، وكذلك موضوع التعليم او تعليم الطاقه المتجدده. عندي موقع خاص هو موقع لمبادره اسمها Clean Energy for Africa، هي مبادره تعليميه تعنى بتثقيف وتوعيه الشباب الافريقي بتقنيات الطاقه المتجدده والتطبيقات المختلفه. ففي الموقع ده في نفسه فيه عندي مجموعه من الصفحات موضح فيها التجربه بتاعتي حقت الدراسه، مجال الابحاث بتاعي، المنشورات العلميه، وخلاصه التجربه حقتي في الجامعيه بدءا من مرحله البكالوريوس لحد مرحله الدكتوراه. حجي حموع على الموقع بعدينك في نهايه البرزنتيشن ان شاء الله. دي هنا الليست بتاعت المنشورات العلميه في مرحله الدكتوراه. طبعا احنا عندنا في الجامعه جامعه حمد بن خليفه من شروط التخرج انك لازم تنشر على الاقل ورقتين يكونوا في مجلات علميه مرموقه او يعني معروفه. ف دي الخلاصه السريعه بالنسبه للبحث العلمي ومجالات الابحاث والمنشورات العلميه. طبعا دي كلها زي ما قلت برضو موجوده في موقعي الخاص. طيب نخش الموضوع طوالي. السؤال الرئيسي طبعا بيكون كلنا عايزين نعرف اجابته هو كيف تكتب وتنشر ورقه علميه. اهم حاجه في اجابه السؤال ده نمره واحد انك you must have already done the research، لابد اصلا تكون عملت البحث. انا ما هتكلم هنا كيف نعمل الابحاث، المفروض في المرحله دي انت ك يعني طالب وباحث عملت البحث بتاعك، نفذت كل المتطلبات بتاعته، والان عايز تحول البحث ده الى ورقه علميه كي تنشر في مجله او دوريه علميه مشهوره. فدي اهم حاجه انك كنت اول حاجه عملت البحث. ولو نقول بحث هنا او ريسيرش مقصود به هو انك هتعمل هتخرج البحث ده بواحد من صورتين. الصوره الاولى انه يكون بحث اصلي او original research article، او يكون بحث استعراض لدراسات سابقه او اللي هو مسميه review paper. هنا طبعا في اللايف ده هتكلم عن البحوث الاصليه original research article، والمقصود بالبحث الاصلي او original research article انه بحث بيعرض نتائج جديده زي ما شايفين هنا new findings new results new methodology. والجد والشيء الجديد في البحث هنا بيكون يعني في الغالب حيكون حاجه صغيره جدا، يعني حتى الدكتوراه نفسها بتقعد بتقعد مثلا 4 سنوات، ومع ذلك الخلاصه بتكون حاجه اضافه صغيره لمجال العلمي. فلا بد دي حاجه اساسيه في اي بحث اصلي انك تكون عندك اضافه جديده مش مجرد استعرضت الدراسات السابقه. دي ريفيو بيبر، وان هنا في البرزنتيشن راح اتكلم اكثر حاجه عن الاوريجينال ريسيرش ارتكل. طيب ده نموذج لورقة علمية مثلا، واحدة من الأوراق اللي كتبتها ونشرت بالصيغة النهائية بتاعتها كده. لما في أي ورقة علمية بصورة عامة، وطبعا هنا في اللايف ده الحديث حيكون عن النشر العلمي والورقة العلمية بصورة عامة، وإن كان أغلب الأمثلة اللي أنا حذكرها هنا حتكون أمثلة متعلقة بالعلوم التطبيقية زي الهندسة والـ applied sciences، يعني دي الأمثلة أغلبها بحكم التخصص بتاعي. طيب الهيكل العام حق الورقة هتكون كالآتي، هيكون عندنا عنوان الورقة، بعدين نقسم فيه هو اسماء المؤلفين والجامعات والمؤسسات التعليمية اللي هم متابعين لها، قسم اسمه highlights بيطوف في بعض المجلات اللي هو عبارة عن نقاط سريعة تختصر محتوى الورقة، بعدين بيجي عندنا list of symbols أو nomenclature، بعدين في المستخلص أو abstract، بعدين في الكلمات الرئيسية أو المفتاحية keywords، ثم محتوى الورقة نفسها أو manuscript text اللي هو حيكون فيه الآتي، حيكون فيه قسم مقدمة عامة و literature review، بعدين حنجي في قسم هنتكلم فيه عن الأهداف الرئيسية من إنفاذ عمل البحث أو motivation بالإضافة للمشكلة اللي البحث بيعالجها، بعدين حيكون في قسم عن الميثودولوجيا ومنهجية البحث، ثم النتائج والاستنتاجات، ثم الخلاصة conclusion، ثم بعدين في أقسام اختياري acknowledgements المراجع references طبعا ده إلزامي والappendices. طبعا ده تسلسل بصورة عامة في أغلب الأوراق. في بعض المجلات العلميه بيكون عندها يعني شروط معينه لابد يلتزم بها، مثلا في مجلات علميه بتقول لك انا ما عايز انقسم اسمه كونكلوجن، تاخد الريزلتس كلها مع الدسكشن في سكشن واحد وخلاص. فلابد انت كباحث ترجع للمجله وتشوف متطلبات شو حاجه. حس انا اتكلم عن كل واحد من الاقسام دي بشيء من التفصيل، ولكن هنا لابد نشرح حاجه. عملية تسلسل عملية كتابة الورقة العلمية في عدة مراحل. أنت لو عملنا البحث هيكون خلاصة البحث زي ما شايفين في الشاشة هنا،
أنه حددنا مشكلة معينة ومنهجية لحل المشكلة دي، قمنا بالبحث وخرجنا من البحث ده بمجموعة من النتائج. النتائج اللي هتعرض في ورقة علمية هتكون بصيغة إما رسومات figures tables أو جداول دي الأنواع الرئيسية بتاعت الريزلتس، وبعدين حيكون في تعليق للمؤلف على النتائج دي واستنتاجات. طيب نبدأ في الكتاب الآن. الخطوة الأولى هتكون شنو؟ الخطوة الأولى هتكون أننا نحدد المجلة اللي عايزين ننشر فيها. بعد ما نحدد المجلة، الخطوة الثانية هتكون أنه نشتغل بتمبليت أو work with the template، بمعنى أننا هنشوف ورقة مميزة في المجال وحنحاول نتبع نفس الطريقة، ورقة مميزة في المجال اللي عايزين ننشر فيها، ونحاول أنه نكتب الورقة حقتنا بصيغة مقاربة لها. ودي من أكثر الحاجات اللي بتساعد أنه أنت كباحث تعرف الوسائل الحياة اللي بتخلي الورقة تقبل وبتحسن لك أسلوب الكتابة. أنا قاعد أتبع الطريقة دي دائما، خاصة لما أكون عايز أنشر في مجلة جديدة ما حصل نشرتها فيها، بقوم أشوف ورقة ممتازة جدا. قد تكون الورقة دي مثلا أحسن ورقة، وقت ورقة حصل لها citations في آخر شهر وحاجة زي كده. بعدين احنا هنحدد التايتل والانترودكشن عنوان الورقه والمقدمه بتاعت الورقه، ثم literature review problem statement objectives. وانا هنا كاتبهم كلهم مع بعض، literature review problem statement والobjectives، لانه الطريقه اللي انا قاعد اتبعها انه بخليهم كلهم في قسم واحد، كلهم تحت heading واحد اللي هو المقدمه. في اغلب الحين قاعد اعمل كده. بعدين حنجي على المنهجيه البحث، يعني احنا حيكون عندنا methodology. بعد methodology حيكون عندنا section حنتكلم فيه عن النتائج والاستنتاجات المستخرجة من نتائج البحث، ثم الخلاصة حقت البحث conclusion. بعدين بيجي أقسام تانية إضافية زي الـ acknowledgements، الـ references list، المواد المرفقة يعني appendices. بعدين حنجي لمرحلة اسمها حاجة اسمها internal peer review رقم 9، دي موصل بيها مرحلة المراجعة الداخلية قبل التسليم الورقة. بعد دي حنصل إلى آخر مرحلة وهي submission to journal أو التسليم للورقة، تسليم الورقة إلى المجلة. طيب قبل ما نبدأ في البحث في الخطوات السابقة دي أتكلم عنها بالتفصيل، في برمجيات ومهارات رئيسية في الكتابة العلمية لازم ضروري جدا أنت كباحث تكون عندك معرفة بها وعندك خبرة في التعامل معها. دي أساس، دي حاجات fundamentals يعتبر. الحاجة الأولى هي برامج إدارة المراجع العلمية أو اللي بنسميه references references management software. وفي البرمجيات دي في برامجين رئيسيات، البرنامج الأول هو مندلي، وده لنا برنامج بنصح به لسبب وحيد أنه مجاني. البرنامج الثاني EndNote بقروش، فطبعا الأحسن تأخذ مندلي. دي صورة للشكل الواجهة بتاع برنامج مندلي، وعبارة عن برنامج شنو، أنت بتأخذ فيه كل الأوراق العلمية اللي أنت نزلتها من الإنترنت بصيغة PDF، بتدخلها كلها في البرنامج، بيقوم بيرتب لك الأوراق، بيفصل لك كل ورقة العنوان، المؤلف، اسم المجلة، الإصدار، الويب لينك بتاع المجلة واللينك بتاعه. بعدين بيتم في طريقة لدمج البرنامج ده مع برنامج وورد، بحيث أنه أثناء الكتابة لما تكون عايز تعمل ريفرنس لورقة معينة تقوم تفتح البرنامج ده وطوالي في بلاجين معين في وورد بحيث أنك تنزل الريفرنس اللي أنت عايزه في الورقة بتاعتك بالصيغة بتاعت المجلة كمان. فده حاجة رئيسية جداً، وانا ارجو من انه ان شاء الله اي زول الان متابع اللايف ده من انفه صاعدا يبدا يعتمد على البرمجيات دي، ما يعني ما نقوم بكتابه المراجع بطريقه يدويه، دي حاجه ما مستعمل ابدا وغير عمليه بالذات للناس اللي عندهم بحوث كبيره. يعني البرنامج الثاني اسمه اند نوت، وهو ايضا برنامج مميز ولكن مشكلته انه يعني لازم تدفع قروش مقابل. البرنامج الحاجه الثانيه هو برنامج وورد. طبعا وورد كلنا قاعدين نستعمله، ولكن في مهارات رئيسيه مهمه في الوورد أثناء الكتابة، أنا ذكرت بعضها هنا وأهمها، موضوع الكروس ريفرنسينج للجداول والصور، تراك تشينجز، عمل جدول المحتويات بلوك كونتنتس، عمل أرقام للسطور في كل ورقة، دمج البرنامج وورد مع برامج إدارة المراجع زي مندلي مثلا، وترقيم الصفحات. طبعا أنا كنت فكرت أنه أعمل ديمو لكل الحاجات دي، لكن كنت خفت أن الموضوع قد يطول، فأنا المخطط بتاعي إن شاء الله أنه في غضون الأسابيع الجاي كل أسبوع أعمل فيديو قصير بشرح واحدة من المهارات المتعلقة بالبرمجيات دي بصورة عامة، يعني مثلا فيديو قصير 5 دقائق عن وورد، واحد تاني عن مندلي وكده. إن شاء الله حعمل الحاجات دي في غضون الأيام الجاية.
طيب نجي الآن للمرحلة الأولى من مراحل من عملية الكتابة، وهي اختيار المجلة. طبعا ده موضوع مهم جدا، يا ريت تركزوا معي فيه. اختيار المجلة العلمية بيقوم على واحد من طريقتين في الأساس. الطريقة الأولى هي عبر الخبرة أو الاكسبيرينس، ودي الطريقة الحقيقية كلنا كباحثين في مؤسسات تعليم عالية وجامعات بنعتمد عليها، اللي هو اننا نسال المشرف بتاعنا احسن مجله شنو في المجال الفلاني، او تسال زول اوريدي نشر اوراق كثيره في مجال انت عندك فيه ورق. مثلا انا مثلا المجال بتاع الطاقه المتجدده، فجيت سالتني الان في رينيوبل انرجي، قلت له انا عايز انشر ورقه في السولار ثيرمال انرجي مثلا، هقول لك ايوه سولار ثيرمال مثلا احسن من احسن المجلات، مجله سولار انرجي، مجله انرجي كونفرجن مانجمنت، دي مجلات الزيفير، في مجلات ثانيه في دور نشر ثانيه اكيد حوريك. فالعامل الخبره هو الحاجه الرئيسية في الحقيقة. لكن إذا كنت أنت ما عندك الخبرة دي وما عندك زول ترجع عليهم، ففي وسائل للبحث عن المجلات. والبحثين نبحث في عدة مصادر. المصدر الأول حاجة اسمها سكوبس. سكوبس ده عبارة عن مؤشر وقاعدة بيانات أيضا للمجلات العلمية في كل التخصصات في شتى أنحاء العالم، يعني في كل الدول. يعتبر من أضخم وأكثر المؤشرات موثوقية فيما يتعلق بتصنيف المجلات. هم كمؤشر بيعملوا شنو؟ بيصنفوا الاوراق، بيصنفوا المجلات العلميه، وايضا بيصنفوا دور النشر بناء على معايير متعدده بتحدد الجوده. فاذا كان في مجله جيده مستواها كويس، في الغالب في الغالب حتكون موجوده في مؤشر سكوبس. وعشان تطلع على المجلات الموجوده في قاعده بياناتهم، كل ما عليك انك تمشي الى الموقع بتاعهم scopus.com حتلقى كل المعلومات. المصدر الثاني موقع بصاحبه اسمه سايميجو جي ار، ده ايضا موقع قامت به واحده من عباره عن قاعده بيانات اسستها واحده من المجموعات البحثيه في جامعه في اسبانيا. بيعتمدوا على قاعده بيانات سكوبس وبيعرضوها في شكل داتابيس كبير في الموقع بتاعهم. ممكن ترجعوا الموقع بتاعهم، ودي سكرين شوت للموقع انا اخذتها صورتها هنا لكم، فبتوريكم الرانكينج بتاع المجلات في مختلف التخصصات، سواء كان طب، هندسه، علوم حيويه، علوم اجتماعيه، اقتصاد، ايا كان. فالموقع ده بنصحه جدا صراحه، لانه الدخول له فيرستنج يعني سهل جدا، وتلقى المعلومات بسرعه. وايضا هناك في طريقه ثالثه، وهي انه عبر موقع الزيفير. الزيفير دار النشر، من اكبر دور النشر في المجال العلمي، وعندهم موقع لينك لمجلات حقتهم، فممكن ترجعوا له. شايفين اللينك موجود هنا قدامكم، ترجعوا له وتشوفوا المجلات المختلفه عندهم في مختلف التخصصات. هذا بالنسبه لاختيار المجله. طيب مهم جدا طبعا هنا انه يزول يطلع على شروط المجله. عمل حق المجله لازم نطلع على الشروط ومعايير المجله ونوع الاوراق المقبوله، عشان لما نجهز الورقه تكون مطابقه للشروط المطلوبه. هنا دي بعض الفوائد، شايفين في الشاشه باللون الازرق تحت، انا خطيت مجموعه من الفوائد زي دي في السلايدات من الان ونحن ماشيين. هنا اول فائده مكتوب فيها use some papers in the chosen journal in your list of references. دي من المهارات اللي بتخلي الزول في الغالب يكون ورقته ادعى او اقرب للقبول. لو انت بتنشر في مجله اسمها مجله مثلا مؤسسه الباحثين السودانيين، تقوم تشوف الاوراق السابقه المنشوره فيها وتعم تضيف بعض منها في الليسته بتاعت الريفرنس بتاعك. طبعا مش شرط انه تكون اوراق متعلقه بالمجال. دي من حاجات المحررين الرئيسيين او اديتورز ان تشيف بيبحثوا عنها، ويعني بتخليهم يكونوا يشجعون يقبلوا ورقتك. طيب الحاجه الثانيه احنا اللي هو ورك وذ تمبليت، اللي هو انا حنشوف ورقه جيده جدا في المجال اللي احنا عايزين نكتب فيه من المجله نفسها اللي عايزين نقدم لها، ونطلع على الاستراكشر بتاعها، نطلع على طريقه الكتابه، نطلع على التسلسل بتاع الورقه، ونحاول نعمل الحاجه بصوره مشابهه بدون ما طبعا ننسخ الكلام او نعمل اي نوع من الكوبي بيست. فدي دي دي حاجه دي, دي وسيله جيده. وايضا بنصح دائما الناس عشان تبني مهارات الكتابه العلميه انه تقرا كثير، بالذات في الاوراق في المجلات المرموقه المتميزه في المجال اللي انت عايز تنشر فيه. دي مهمه جدا. هنا الفائده الثانيه اللي هو انه ما ضروري في اثناء الكتابه اننا نتبع نفس الهيدنجز اللي التقليديه اللي بتسمعها دائما، literature review methodology results discussion. ما بالضروره تستعمل نفس المصطلحات دي في الهيدنجز، ممكن تستعمل مصطلحات ثانيه او مسميات ثانيه، بشرط طبعا اذا كانت الاستراكشر او يعني المجله بتسمح بالحاجه دي. طيب بعد كده نجي للعنوان والمقدمه.
طيب المقدمة طبعا يعني حتكون فيها أو خلني أظهر التكست بتاع التايتل أو الحاجة الأول. التايتل والعنوان هو أول حاجة القارئين حيشوفوها، حيعرض رسالة، حيعرض هدف الورقة بصورة عامة، عشان كده لازم يكون واضح مختصر. يفضل أنه ما الباحث ما يكتب في التايتل أي مصطلحات غريبة أو غير مشهورة في المجال. هنا برضو حاجة كتبتها اللي هو موضوع using country names in the title، هل يفضل أن الزول يكتب عنوان يكتب اسم البلد اللي تعمل فيها البحث أو البحث اللي البحث بناقشه؟ بمعنى مثلا عندي بحث عن سياسات عن تقنيات الطاقة الشمسية الملائمة للسودان، هل مناسب أني أضيف كلمة السودان في التايتل؟ حسب يعني خبرتي وكذا يفضل أنه ما تعمل حاجة دي، حشان ما تدي انطباع للمجلة أو الأديتر أن الورقة حقتك دي ورقة خاصة بدولة واحدة فقط وما لها أي علاقة بأي دولة تانية. أنا أفضل أنه إذا كان الورقة فيها كيس ستدي الدولة اللي هي كيس ستدي في داخل المقال وليس في التايتل. بعد كده بيجي العبيه الانترودكشن والمقدمة. المقدمة طبعا حتدي فكرة عامة عن الموضوع، ليه الموضوع ده مهم، حيكون فيها مراجع كثيرة references، بالإضافة أنه الانترودكشن الطريقة اللي أنا قاعد أتبعها صراحة في أغلب الأوراق أني أنا القسم بتاع الانترودكشن بضيف فيه كل الحاجات الثانية، قصدي بضيف فيه الليتريشر ريفيو، بضيف فيه البروبلم ستيتمنت، وبضيف فيه أيضا الأوبجكتيفز. الحاجات دي كلها بتدمج مع بعض في سكشن كبير بسميه انترودكشن. طيب نجي للليتريشر ريفيو والبروبلم ستيتمنت والأوبجكتيفز اللي هو استعراض الدراسات السابقة ومشكلة رئيسية اللي بيعالج البحث والستيتمنت بالإضافة إلى الأهداف حقة البحث. طبعا الحاجات الثلاثة دي كلهم ضروريات وأساسيات في كل البحوث الأصلية original research articles. في الجزء بتاع literature review حنكون عايزين نتكلم عن البحوث السابقة التي نفذت في نفس المجال، إما بصورة يعني حكائية narrative أو critical manner. وانا بفضل دائما عندما زول يكتب يستعرض البحوث السابقه يستعرضها بلهجه فيها شيء من الحاسه النقديه، تمام؟ مجرد عايز تقول مثلا انه في سنه 2015 انور دفع الله عمل كذا كذا وهشام عمل كذا كذا ومحمد عطا عمل كذا كذا، ما عايزين نعمل طريقه، عايزين نقول هم عملوا شنو ونتكلم عن القصور في الحاجات اللي هم اشتغلوها الباحثين السابقين، بحيث انه القارئ يعرف انه انت الان فاهم الشغل السابق وشغلك مميز لأسباب فلانية. فأنا أفضل دائما أنه الناس تتعود على الحاجة دي. طبعا الموضوع ده بيحتاج شيء، بيحتاج يعني بناء قدر من الخبرة لحد ما القارئ يبدأ الكاتب يبدأ يعني يكون الملكة النقدية في الكتابة. بعد ما نحدد المشكلة السابقة من البحوث السابقة هنجي نحدد الأهداف أهداف البحث اللي هي باختصار حياتي اللي أنت عملتها في البحث. هتقول أنت مثلا أنه بناء على استقراء 20 ورقة سابقة في مجال الفلاني تبين لنا أنه في قصور أو جابس في الحاجات الفلانية، فبالتالي أنا البحث بتاعي حيقوم بمعالجة القضية رقم 1 رقم 2 رقم 3 دي الأوبجكتيف، وكده حتكون ختمنا السكشن الأول اللي هو بتاع الانترودكشن. طيب حاجة أتكلم هنا عن موضوع مهم للغاية جدا جدا جدا. كثير من الناس للأسف ما يعني عندهم معلومات مغلوطة فيهم بما في ذلك باحثين، هو موضوع استعمال الصور أو الرسومات أو figures من البحوث السابقة استعمالها في الأوراق الورقة اللي أنت قاعد تكتبها. نفترض أني أنا عايز قاعد أكتب ورقة مثلا عن السياسات الاقتصادية مثلا في الدول النامية، السياسات الاقتصادية مثلا متعلقة بالصحة، وبعدينك في بحوث سابقة كثيرة ذكرتها في الليترشر ريفيو وعايز أخذ منها صور، هل ممكن أشيل الصور اللي عندهم وأخذتها في ورقة بتاعتي وأكتب عليها رفرنس وخلاص كده كفاية؟ الحقيقة أنه لا، ما يكفي. لماذا؟ لأنه أي صورة أو فيجر أو نتيجة نشرت في مجلة أو في ورقة سابقة في الغالب هي حتكون منشورة وحقوق النشر لدار النشر اللي نشرت الصور دي في الغالب. فبالتالي انت لو عايز تعيد استخدام الصور دي في الورقة بتاعتك لابد او انك تعمل حاجتين، او لابد تحصل على اذن من دار النشر انك تعيد استعمال الصور في الورقة اللي انت عايز تكتب فيها الان، وايضا انك تكتب الرفرنس اللي هو انه هو المصدر اللي اخذت منه الصور. كثير من الناس بيعتقدوا انه ودي اشوفها شائعه انه يكفي اني اكتب الريفرنس، في الحقيقه ما يكفي انك تكتب الريفرنس الا اذا كانت الايمج منشوره بلايسنس، يعني ما بيطلب منك انك تاخذ اذن. اديكم مثال،
شوفوا الان مثلا، شوفوا السكرين شوت اللي هنا دي. دي ورقه انا نشرتها في سنه 2019 في مجله اسمها سولار انرجي. لما في الورقه دي، لو عندي، نفترض ان في الورقه دي انا عندي صوره عايز اخذها من الورقه دي واضيفها في الورقه اللي انا قاعد اشتغل فيها. في هنا رابط، زي ما شايفين باللون المخطط معلوم باللون الاحمر، مكتوب اسم، مكتوب عليه Get Rights and Content، اللي هو ده شنو. لما تطلع على الرابط ده بوديك لفورم معين بتملاه، بتوضح فيه لإدارة النشر اللي هي عندها حقوق الطبع، حقوق النشر، توضح لهم ان انت عايز تاخد الصوره رقم كذا في الورقه دي، وعايز تستعملها في ورقه انت شغال فيها، والورقه اللي شغال فيها دي هيكون عنوانها كده، وهتتنشر في المجله الفلانيه، وده ده النشر بتاعه. فبعد ما تعمل الحاجه دي بيدوك الموافقه. طبعا في الغالب هيدوك الموافقه على الاستعمال مباشره وبدون اي رسوم، خاصة إذا كانت الورقة الحاجة اللي أنت هتعيد استعمالها أنت أصلاً اللي عملتها. بمعنى شوف الصورة دي مثلاً، دي صورة أنا فيجر أنا عملتها في أثناء البحث بتاع الدكتوراه بتاعي، عبارة عن صورة مبسطة لمحطة بتاعة الطاقة الشمسية. في الصورة دي أنا استعملت الصورة دي في ورقة اتنشرت سنة 2019، ولكن الصورة نفسها كانت في ورقة اتنشرت سنة 2018. فلاحظوا إني لما خطيت الصورة عملت كتبت شنو؟ ما بس مجرد كتبت الريفرنس اللي هو الورقه بتاعتي السابقه، ولكن ايضا كتبت بين قوسين reproduced with permission from the publisher. ودي يعني دي حاجه مهمه جدا، كثير من الناس احيانا قد ما ينتبهوا ليها. والحقيقه انه من خبرتي في النشر وجدت انه المجلات الجيده مستواها عالي لما تقدم لهم ورقه ويراجعوها ويشوفوا انه في صور كثيره من مراجع مختلفه، بيسالوك صراحه انه هل حصلت على اذن لاعاده استعمال الصور دي ولا لا. فدي حاجة مهمة يعني أعتقد المفروض كباحثين نتنبه لها. طيب نمشي على القسم الثالث اللي هو قسم الميثودولوجيا. الميثودولوجيا والمنهجية هنتكلم فيه عن، وأنا بعتبر أسهل جزء، مجرد أنه هنلخص في الورق في القسم ده، أو هنذكر بشيء من التفصيل والإسهاب الحاجات اللي اتعملت في البحث بالضبط، منهجية البحث يعني. مثلا إذا كان البحث كان تجربة عملية أو إكسبيرمنت، هتشرح الإكسبيرمنت كيف تصممته، كيف كان، شنو كان المكونات الرئيسية، الأجهزة اللي استعملتها شنو أو كده. إذا كان الميثودولوجيا عبارة عن سيرفي، هتوضح ان الاستبيان اتعمل بالطريقه الفلانيه ودي كانت الاسئله وكده. اذا كان البحث مثلا عباره عن كمبيوتر موديل او نموذج كمبيوتر، هنتكلم فيه في السكشن ده مثلا عن البرنامج اللي استعملناه، الانبوتس، المين اسامبشنز، وعمل البرنامج وكده. فده القسم ده الميثودولوجي. طيب لو كان في معادلات ايضا استعملناها من اي نموذج كمي او موديل، نخدتهم ايضا في كجزء من الميثودولوجي بدون ما اخد تفاصيل كثيره شديد، لانه احيانا المجله تكون عندها قيود لعدد الكلمات. الان هتكلم عن موضوع مهم اخر نقطه هنا، اللي هو research involving human subjects. دي ايضا من الشبهات الشائعه جدا جدا يعني، لاحظت لها في 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 عند كثير من الباحثين، خاصه الباحثين السودانيين. يعني متابعتي للجروب في اخر سنه ونصف سنتين، كثير من الناس قاعدين ينشروا، يحطوا منشورات استبيانات، استبيان علمي، استبيان علمي، وبدون مراعاه لواحد من اهم واحد من اهم منهجي او اخلاقيات البحث العلمي فيما يتعلق بالاستبيانات واي بحث فيه عناصر بشريه. دي الحاجه اللي سيل عايز اذكرها هنا، اللي هو الكلام مكتوب في المربع ده، انه اي بحث علمي، لاحظوا كلمه علمي مكتوبه بين قوسين، لانه انا هنا عايز اميز بين البحث العلمي والبحث غير العلمي. البحث العلمي هو البحث اللي بيتم ضمن اطار مؤسسه تعليميه او جامعه وبتتبع منهجيه البحث العلمي. إذا أنت عايز تعمل بحث سايب، وأنت ما لا باحث لا طالب مثلا في جامعة وكده، ممكن تتبعه، وقد ما تكون كثير من القيود المذكورة في البحوث اللي هم يساري عليه. ولكن أي بحث علمي يتضمن عناصر بشرية أو human subjects، بيتطلب أنك تحصل على موافقة من هيئة متخصصة في الجامعة أو المؤسسة التعليمية، ويشمل هذا الاستبيانات. والهيئة المتخصصة دي هي الهيئة المتخصصة دي هي اللي هي مسميها عندها اسم، مصطلح مشهور اسمه IRB أو Institutional Review Board. دي عبارة عن هيئة متخصصة بيتم تشكيلها، يكون يعني على مستوى دولة، مستوى الدولة أو على مستوى وزارة التعليم، بتراجع البحوث اللي فيها عناصر بشرية. أي بحث مثلا بيتضمن تجارب على البشر، أو بيتضمن حتى استبيانات، لأنه استبيانات أنت بتجمع معلومات من أشخاص، ولا بد ان في العمليه جمع البيانات دي انه تحقق ان انت تجمع المعلومات بطريقه صحيحه وتحافظ عليها، وما بيكون في اي انتهاك لحقوق
المشاركين. فالموضوع ده بيسري. وانا يعني بالمناسبه مثلا اعطيكم مثال، انا كنت في بحث الدكتوراه كان عندي استبيان عملته لكن ما نشرته لانه الوقت كان ضيق في نهايه البحث، استبيان عن طعن تطبيق الطاقه الشمسيه في عمليه تحليه المياه، كنت عايز اوجهه للخبراء والمختصين وكذا عشان اعمل الاستبيان. قعدت تقريبا شهر ونص يعني بين تجهيز الفورمات المطلوبه والحصول على الموافقات، وحتى نحن عندنا في الجامعه عشان تعمل اي استبيان الجامعه بتمنعك تبدا اصلا في خطوه الاستبيان الا بعد ما تعمل كورس معين عن الاخلاقيات البحث العلمي فيما يتعلق بالهيومن سبجكتس. الكورس اللي ناخذه ده كورس معتمد من قبل وزاره الصحه العامه في دوله قطر، تاخذ الكورس وكورس طويل يعني بتقعد فيه زي 4-5 ساعات، وبتحل بتاخذ اسم تشوف المحتوى بتاع الكورس وبتجاوب على اسئله ولازم تنجح بدرجه معينه ويدوك عليه شهاده من وكاله عالميه معروفه اسمها سيتي. وبعدينك حتى ما تاخذ الشهاده دي بتمشي وبتجهز مجموعه من المستندات عشان تعمل السيرفي، منها السيرفي نفسه الهيكل بتاعته، منها خطاب موجه للهيئه المعنيه بالموافقه على البحوث دي، وخطوات طويله. طبعا ممكن اتكلم عنها مره في لايف مستقل، لكن الشاهد انه العمليه دي مهمه جدا. ويفترض طبعا ان يتم تنسيقها في اي جامعه عبر المشرف، يعني انت المشرف بتاعك المفروض يكون يتولى الموضوع ويوريك الاجراءات شنو، او هتكون في هيئه خاصه بيتم الرجوع اليها. الموضوع ده موضوع الاي ار بي او انستتيوشن ريفيو بورد، في الغالب الناس اللي عندهم معرفه به اكثر هم الناس التخصصات الطبيه، لانهم بحوثهم كثير من بحوثهم بتكون يعني في احتماليه انه يكون في تعامل مع البشر او تعامل مع او تجارب على حيوانات او حاجات زي كده، فبالتالي الحاجات دي يكون عندهم اطلاع عليه اكثر من نحن ناس الهندسه مثلا، لانه في الغالب ما يعني حتى السيرفيز ما كان ما مستعمله بصوره كبيره. طيب نجي على الديسكشن، القسم بتاع النتائج. في النتائج حنقوم بعرض النتائج ونترتيبها بصوره جيده، والسكشن بتاع النتائج والريزلتس ديسكشن ممكن يكون فيه عده محاور او سب هيدنجز. حنخذ كل النتائج والخرجنا بها من البحث ونعلق عليها في ضوء الأهداف التي كتبناها في البداية. ومن المهم جدا هنا زي ما شايفين مكتوب باللون الأحمر أنه be critical and don't just rephrase the results. يعني أنت في قسم النتائج ما عاد مجرد تعرض جراف معين وتقول the graph shows that A is linearly proportional to B، لا، أنت عايز تعلق ليه النتائج دي حدثت، ليه الفروض مثلا اللي أنت فرضتها أو البحث كيف هي أثرت على النتائج، إيش هي الاستنتاجات اللي ممكن نخرج بيها من النتائج دي في ضوء الأهداف الرئيسية اللي احنا كتبناها للبحث ده. وأيضا أن نعلق على النتائج اللي طلعت في البحث مقارنة بالبحوث السابقة، بالإضافة إلى implications the research of the results on the future research، أنه النتائج اللي طلعت من البحث دي ممكن نستنتج بها شنو عن البحوث المستقبلة المفروض تعمل في نفس الموضوع ده. من حيث المهمة طبعا في موضوع الريزولت ديسكشن انه نتبع الستاندرد فورماتس لطريقه عرض الصور والجداول حسب معطيات المجله، اس اي يونتس الوحدات المستعمله لمختلف الكميات بالوحدات بطريقه صحيحه، الاكسس ليبلنج، كابشنز للفيجرز، موضوع كروس ريفرنسينج وورد وسو اون. طبعا زي ما قلت سابقا الناس اليوم متاخرين انه المواضيع المهارات القصيره بتاعت وورد والريفرنس سوفت وير ان شاء الله حامل عنها فيديوهات قصيره ونشره في الجروب في الاسابيع الجايه. طيب نجي من اخر الاقسام وقسم الكونكلوجن اللي مهم جدا حنعمل فيه الان. هيكون في ملخص للبحث او الورقه ككل، هيكون في استعراض لاهم النتائج وممكن نعمل بوليت بوينتس بطريقه جيده، وايضا ممكن نتكلم فيه عن البحوث المستقبليه والتوصيات اللي بيقوم بها الباحث، ايضا دي حاجه اختياريه ممكن تضاف. وفي كثير من الاحيان من خبرتي وجدت ان كثير من الاحيان قسم الكونكلوجن ممكن يكون اكثر فائده من الابستراكت. طبعا هنا انتبهت لحاجه الان في اللحظه دي اني انا ما عملت سلايد عن موضوع الابستراكت او المستخلص. المستخلص حيكون طبعا هو في اول البحث وبتكتب في النهايه، بتكتب بعد ما انت كتبت ورقه ككل، وعباره هو عباره عن مشابه للكونكلوجن او الاختصار او الملخص، ولكن بيكون اقصر و بتركز فيه على اهم المخرجات واهم النتائج للورقه اللي انت كتبتها. طيب نجي الان قسم بتاع الاقسام اضافيه انا كتبتها مع بعض كلها، acknowledgements, references و appendices. acknowledgements لو في اي اشخاص شاركوا في البحث ده او كان لهم دور في انجاز البحث
ولكن هم غير ما مؤلفين، ممكن نسمعهم هنا طبعا يعني من باب الوفاء والأدب. وأيضا إذا كنت أنت مثلا طالب وعندك منحة من جامعة معينة، يعني من باب الوفاء والذوق أنك أيضا تكتب أن البحث ده تم دعمه من قبل جامعة كذا كذا مثلا. دي نموذج من واحدة الورق اللي أنا كتبتها، كاتب في البحث أنه this research was supported by scholarship من جامعة حرم خليفة. وأيضا كاتب أنه the authors also acknowledge Ivan Adiemani، دي الباحثين معنا في مجموعتي البحثية ساعدوني أيضا في بعض جزئيات البحث وراجعوا الورقة، أنا أشدت بهم وشكرتهم. وبإضافة أن أيضا شكرت مكتبة قطر الوطنية لأنهم دعموا نشر الورقة دي، أنها كانت مشهورة open access. بعدين نجي الريفرنسز ليست، اللي هي طبعا حتكون حقت الليست حق الريفرنسز كلها مستعمله بالترتيب الموجود، والعمليه دي كلها بتتعامل في ثواني باستعمال برمجيات الاداره المراجع اللي هو مندل وانو تكلمت عنهم انا عنهم في البدايه. اخر قسم بيكون بعد حاجه اسمها الابندكسز او المواد المحتوى الاضافي او المواد المسانده، ده قسم بتضيف فيه مثلا اشياء اضافيه مهمه بتساعد في فهم البحث بتاعك والشغل اللي انت عملته. قد يشمل اذا كان مثلا انت عملت برنامج اشتغلت على موديلنج، ممكن تكتب تضيف البرنامج اللي انت استعملته كله المعادلات اللي فيه وكذا. والقسم ده في الحقيقه الابندكسز ده مهم للغايه في خصوص في بعض انواع البحوث زي البحوث اللي فيها نتائج كثيره. وبعض المجلات بالمناسبه بعض المجلات فيها بتطلب منك تضيف ابندكس تفصيلي لانه الورقه نفسها عدد الكلمات فيها محدود جدا. هديكم مثال الان من ورقه ومعها ابندكس او سبورت اسمها سبورت بيسموه سبورت انفورميشن احيانا. طيب طيب انا عملت الشير للورقه اللي انا عايز اوريكم ليها، ما اعرف تكون ظهرت عندكم الان. دي ورقه انا نشرتها قبل في السنه اللي فاتت في مجله، والمجله دي عندهم عدد الكلمات 4000 كلمة. وأنا البحث بتاعي طويل صراحة وفيه محتوى كثير مساند مهم جدا لفهم البحث. البحث عبارة عن تقييم للفوائد البيئية لاستعمال الطاقة الشمسية في تحلية المياه باستخدام منهجية معينة اسمها Life Cycle Assessment. فالورقة ما طويلة يعني، وعنت الورقة حوالي 4000 كلمة تقريبا، ولكن لما نشرت الورقة كان معها مستند مساند اضافي مسميه supporting information، فيه النموذج او الكمبيوتر موديل اللي انا اشتغلت عليه عشان اطلع النتائج دي كلها. والsupporting information دي حوريكم شكلها عامله كيف، انها هي عباره عن ورقه ضخمه جدا. دي supporting information بتاع الورقه اللي هو بينشر طبعا بينشر مع الورقه نفسها. supporting information file ده هو عباره عن 27 ورقه يعني واكثر من 5000 كلمه، هو ذاته اكبر من الورقه الاصليه نفسها. ولكن لولا اني انا عملته ما كان الورقه هتقبل لو انا ما عملت الجزئيه دي، لانها السبورتنج انفورميشن ده بشرح فيه النموذج اللي انا اشتغلت عليه، الصوغه بتاعته كيف، البرنامج اللي انا استعملته كيف كان، طريقه الحسابات، الانبوت شنو بالضبط المستعمله في البرنامج ده، التسلسل بتاع العمليات الحسابيه وحتى المعادلات الرياضيه. انا اخذت عندي مثلا برنامج معين استعملته في جزء من الـ من الـ من الـ من البحث ده، التسلسل بتاع البرنامج ونتائج وكلام طويل. يعني ده كله عباره عن ملف مساند، ده من الورقه الاصليه نفسها، ورقه اوريدي اتنشرت. دي حاجه برهم. الشاهد انه بعض المجلات تطلب منك حاجه زي دي، وسبحان الله الورقه دي انا لما سلمتها كان الجاني تعليق من المحرر الرئيسي او المراجعين انه ادينا معلومات اضافيه عن كده وكده وكده وكده، طلبوا حاجه كثيره شديد. قمت انا جهزت الملف ده كاملا، واصلا كان موجود لكن اضفت عليه حاجات كثيره، وسبحان الله من ما سلمته لهم في النسخه المراجعه موجه مباشره تم قبول الورقه. لانه لما هم انت كباحث تشوف المستند المساند ده بتقدر تعرف بالضبط الخطوات اللي انا عملتها عشان تقدر تحقق من النتائج بتاعتي، وتقدر تعمل تعيد انتاج نفس النتائج. فدي من حياتي بتدعو الى الثقه في النتائج اللي انت طلعتها. طبعا الفورمات بتاع السبورتنج انفورميشن ده بيختلف من مجله لثانيه، فلابد ترجع المجله تشوف الفورمات بتاعهم او الصيغه بتاعتهم شنو. طيب فده بالنسبه للسبورتنج انفورميشن او الابندكس. طيب نجي بعدينك طبعاً هي كاتب هنا برضو مشافين appendices and supporting information documents can be critical in your paper's review and acceptance. طيب نجي بعد الخطوة رقم 9 وهي عملية المراجعة
الداخلي او انترنال بير ريفيو. مقصود بقى شنو هنا؟ مقصود بقى انه انت كباحث مفروض قبل ما خلصت الورقه ما حتقوم مباشره تسلمها المجله، لا، ولا حتى حتسلم المشرف بتاعك المرحله دي. احنا عايزين نتحقق من جوده الورقه ونتاكد انها ورقه مكتوبه بطريقه مميزه، فقوم نرسل الورقه دي لاصحابك، اصدقائك، زملائك في مجموعتك البحثيه. وطبعا دي هنا من فوائد انك تكون ضمن مجموعه بحثيه كلكم تشتغلوا في ابحاث مشابهه، ممكن تراجعوا الاوراق لبعض. دي من الحاجات اللي انا عملتها في الحقيقه في كل الاوراق اللي نشرتها في احد الدكتوراه، انه اي ورقه بقوم برسلها عضوين معانا في المجموعه البحثيه. ما بالضروره يكونوا متخصصين في نفس المجال، لكن عندهم معرفه في مجال مقارب بيفيدوك في التوجيهات العامه. وزو ايضا ما يستعجل في تسليم الورقه الى المجله، اتاكد ان الورقه مكتوبه بصيغه جيده، حتى بعدينك يقوم بعد ما يعمل المراجعه الداخليه دي، وبعدينك الورقه طبعا تمشي للادفايزر او المشرف، بيقوم براجعها مره ثانيه، وبعدينك تقوم تتسلم للمجله. طيب الان هي عمليه تسليم المجله. قبل ما نسلم المجله حيكون عندنا مجموعه من المستندات المهمه نحتاج لها في الغالب لاغلب المجلات. الحاجه الاولى كفر ليتر، خطاب للمحرر الرئيسي بيشرح الورق ليه الورقه دي مهمه وليه هي هتفيد المجله. هيكون عندنا نسخه بي دي اف من الورقه نفسها جهزتها. طبعا لما تجهز النسخه دي حتعمل نمبرينج او ترقيم لكل سطر، دي حاجه مهمه لانها بتساعد المراجعين في تحديد انه يوضحوا لك الانتقادات على الورقه شنو. وبتكتب ايضا مجهز لستة لمراجعين مقترحين يراجعوا الورقه دي. دي من الحاجات ايضا اللي انت لو عملتها في سنه التسليم بتسهل وبتسرع عمليه المراجعه. وايضا ممكن تكتب اسماء ناس فور ما يراجعوا الورقه، يعني انت قد يكون في حال بينك مشكله مع شخص معين، باحث معين وهو عضو في التحرير بتاع مجله معينه، مشكله شخصيه، يعني في الحاله دي يعتبر conflict of interest، ممكن توضح للمحرر الرئيسي انه انا ما عايز زول فلان اذا يراجع الورقه دي لانه كده كده. او قد يكون زول شغال ايضا في مجموعه بحثيه في جامعه ثانيه، تكون في زي تنافس او في يعني حساسيه، فممكن توضح الحاجه دي للمحرر الرئيسي. supplementary materials اللي هو زي ما قلت لكم supporting information، دي ايضا الحاجه دي بتكون موجوده في مرحله submission checklist. highlights اللي هو يعني الحاجات الرئيسيه، محتوى الملخص الرئيسي لاهم النتائج، ابرز النتائج حقت الورقه دي، بعض المجلات بيطلبوها فزول يجهزها في المرحله دي. الزبط في مرحلة أيضاً تكون تتأكد أنه يكون عندك ملفات مستقلة للصور. أحياناً بعض المجلات بتطلب الحاجة دي رقم 6، ما دائماً، بعض المجلات بيطلبوها خصوصاً إذا كان زول عنده صور مطلوبة أنها تكون بجودة معينة، فممكن يعني تجهزها بملف مستقل. من الحاجات المهمة أيضاً رقم 7 هنا زي ما شايفين، أنك تعمل حساب في ORCID. دي شنو ORCID؟ دي عبارة عن أرشيف أو قاعدة بيانات عالمية لكل الباحثين في العالم، انت بتشترك فيها وبيدوك رقم معين بيكون زي باركود خاص بك انت. باستعمال باركود ده ممكن اي زول يبحث عن البحوث بتاعتك والاوراق بتاعتك باستعمال الرقم ده. وايضا قاعده بيانات دي عندها اتصال او يعني لينك رابط بينها وبين كثير من مؤشرات البحث العلمي المشهوره زي سكوبس وزي بابلونز مثلا او خدمات البحث العلمي. باستعمال الرقم ده بتستفيد حاجه كثيره شديد، ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني لانه موضوع الـ ORCID طويل، ولكن اختصار اعملوا حساب في الموقع ده مهم للغايه. كل المجلات الجيده اللي انا بعرفها بالنسبه لموضوع الـ ORCID ده مهم للغايه، وفي بعض الاحيان بيكون الزامي. يعني عندنا في قطر مثلا صندوق قطر البحث العلمي، لو انت عايز تسجل لتمويل لبحث، عايز تكون انت مشارك، لابد يكون عندك حساب في ORCID. لابد انك قبل تسليم مجله تحقق من شروط المجله والجايد لاينز وان نحن ملتزمين بها حرفيا، لانه اي عدم التزام حيؤدي ان الورقه ترفض وحتاخرك في عمليه القبول. هنا دي فائده مهمه الناس بتكلم اللي عايزين يعرفوا موضوع النشر العلمي بياخذ كم. الاوراق الجيده يا جماعه ممكن تاخذ اني تايم ما بين 3 الى 7 شهور، عادي جدا، بل ده بالعكس يعتبر يعني جيد، يعتبر سريع، فما تستغربوا ولا ايضا تستعجل. الناس ما تستعجل الاوراق الجيده، مشهور المجلات الجيده، لانه كل مجله ذات نفسها عندها عليها ضغط كبير، فممكن يتاخروا عليك المراجعين في تسليم الريفيو ريبورتس. فانت كطالب مثلا عندك التزامات من الجامعه فرض عليك تسلم تنشر عدد معين، لابد تجهز هي نفسك بدري انك
تسلم الورقة وقت كافي ليه؟ عشان تقدر تنشرها. طيب الآن نجي لموضوع مهم للغاية جدا، أكيد أغلب الناس عايزين يعرفوه إجابة السؤال ده، اللي هو هل النشر العلمي مجانا؟ هل لازم أدفع قروش؟ عايز واحد الناس يسألوني عن المجلات اللي رسوم النشر فيها منخفضة وبسيطة. الإجابة على السؤال ده، أول حاجة لازم أفهم إنه النشر العلمي فيه حاليا نموذجين للنشر. النموذج الأول حاجة اسمها Open Access Journals أو مجلات المفتوحة، ودي هي عبارة عن شنو؟ دي مجلات علمية محكمة وعندها هيئة تحرير وكل حاجة، بتفرض على المؤلفين رسوم نشر. الرسوم دي بتتراوح تقريبا ما بين 500 دولار إلى حد 3000 دولار تقريبا لنشر الورقة الواحد. طبعا دي النشر بعد ما الورقة تم مراجعتها وقبولها من الناحية العلمية. المقالات في المجلات دي متاحة مجانا للجميع، يعني أي زول عنده إنترنت بيقدر يخش المجلة يشوف ينزل الأوراق ويقراها، لا محتاج لاشتراك ولا أي حاجة تانية. والحقيقة إن أنت المجلات المقالات متاحة مجانا لأنه تم دفع القيمة بتاعة النشر وعملية تغطية تكاليف الناشر من قبل المؤلف، عشان كده هي متاحة مجانا للجميع. في المجلات دي المؤلف بيدفع قروش مقابل شو؟ بيدفع قروش مقابل طبعا تغطية نفقات دار النشر من في الجوانب التقنية في عملية النشر العلمي. القروش طبعا هو بتمشي المراجعين بالمناسبة، لأنه مراجعين بيراجعوا لوجه الله، مراجعة علمية معروفة أنها تتعامل تطوعيا، حتى وظيفة الإنترنت يجيب عمل تطوعي كله، ما بياخذوا على حاجة المراجعين. لكن المؤلف في المجالات المفتوحة دي بيحدي حقوق النشر، فبالتالي لما تنشر ورقة في واحدة من المجالات المفتوحة دي بيكون حقوق النشر محفوظة لك، وبيتم نشر المقال برخصة معينة اسمها CC BY، حاجة زي كده license. الرخصة المفتوحة دي برضو فيها كم نوع يعني. فعشان كده كاتب هنا يحتفظ المؤلف بحقوق النشر لأنه هو من يقوم بدفع رسوم النشر. طيب فدي دي المجلات، ودي النوع الأول اللي بتطلب أنك تدفع قروش. النوع الثاني هو المجلات المتاحة بالاشتراك فقط، ودي أيضا كانت هي المسيطرة الحقيقة في مجال في البيئة العلمية، وما زالت هي الأغلبية تقريبا يعني في تقديري أو في التخصص بتاعنا على الأقل. فالمجلات دي ما فيها رسوم نشر، أنت بتسلم الورقة بتتم مراجعتها، إذا قبلت الورقة بتقبل تنشر وانتهى الموضوع وبتدفع ولا جنيه. ولا يمكن لكن الاطلاع على المقالات إلا عبر اشتراك مدفوع من قبل الجامعة. ودي حاجة الجوهرية هنا، المجلات المغلقة دي أو متاحة بالاشتراك بتغطي تكاليف تشغيلها وبتطلع أرباحها من العملية دي، من أنه هي بتاخد رسوم اشتراك ضخمة في الحقيقة، يعني مئات الآلاف من الدولارات من الجامعات والمؤسسات التعليمية، بالمقابل أنه يوفروا وصول المحتوى لكل الطلاب في الجامعة دي. حقوق النشر في المجلات دي المتاحة بالاشتراك بتكون محفوظة فقط لدار النشر، وده طبعا موضوع بيرجعني للحاجة اللي ذكرتها أول في بداية اللايف ده عن موضوع إعادة استعمال الصور في البحوث، مع إعطاء زي ما شايفين المؤلف بعض الحرية في نشر مقالاته. ففي بعض أنواع النشر بعض أنواع الحقوق متاحة للمؤلف، يعني مثلا أنا أوراقي أنا كتبتها حتى لو كان بعضها مشهور في مجلات متاحة بالاشتراك، إلا أن أنا أشيل ورقة وأنشرها في موقعي الخاص، ده يعتبر جزء من الحاجة بنسميها اسمه حاجة بنسميها responsible share أو المشاركة المسؤولة، فدي لا تعتبر انتهاك لحقوق النشر، ودي يعتبر حاجة عادية ومقبولة. في بعض التعليقات المهمة هنا، أول حاجة أنه ما في علاقة بين نموذج النشر وجودة المجلة، فلا ما يظن إنسان أو ما يظن أي زول أنه إذا كانت المجلة فيها رسوم معناها جودة سيئة أو كده تعبانة، لا ما في علاقة. كل المجلة في مجلات عشرات ومئات آلاف المجلات اللي هي open access وجودتها عالية جدا وما فيها أي يعني وسيلة أنك تطعن فيها، يعني كفاءتها على هيئة التحرير ما فيها أي كلام. فدي الحاجة الأولى، الجودة بتعتمد على هيئة التحرير والمؤسسة برضه بترعى شؤون المجلة. طيب كثير جدا من المجلات العلميه الان تعطي المؤلف خيار النشر مجانا او بمقابل، دي يعني حسي هتلقوها ايضا، انا كثير من المجلات اللي نشرت فيها بتديك الخيارين ديل، انت ممكن تختاري من اوبن اكسس او كلوز اكسس. المقالات المشهوره مجالات مفتوحه تحظى غالبا بنسبه قراءه اعلى، دي حاجه صحيحه لانه ما في اشتراك، فاي زول بيقدر يقرا الورقه وينزلها مباشره. ايضا الاشتراكات التي تدفع لدور النشر قد تحتصل قيمتها لمئات الاف من الدولارات، وطبعا دي حاجه بتسبب اشكاليه ومن اكبر تحديات البحث العلمي في دول العالم الناميه، وهي بتقودنا للنقطه التاليه، وهي انه في الان ومن فتره يعني ظهرت مواقع قرصنه مشهوره، انا حسميها قرصنه لانه الحاجه
بميلادي قطعا غير قانونيه يعني. ما اعتقد انه المفروض نجادل في الحاجه دي. مواقع خصوصا المشهوره بتوفر خاصيه تحميل المحتوى العلمي من المجلات الرقميه بصوره غير قانونيه، وقد تم رفع عده قضايا ضدها في المحاكم الامريكيه حول العالم. طبعا اشهر الامثله موقع ساي هاب، انا شايف اجلال كتبت ساي هاب وبس. صحيح شايف طبعا سعود فعلا له قضيه مشهوره، هو موقع قامت به واسسته الكساندرا البيكان، وتم حجب الموقع او حجب على الاقل عده اي بي ادريسز لعناوين الموقع في امريكا وروسيا وفرنسا والسويد وغيرها. ولكن ما زال طبعا يعني كثير من المواقع دي مشهوره جدا في اوساط الطلاب في الجامعات الدول الناميه، لانه ما عندهم خيار اخر وبيقدروا يدفعوا رسوم الاشتراك. دي على الاقل صراحه واحده من الامور ممكن الناس تناقشها فتره طويله، موضوع الجوانب الاخلاقيه المتعلقه بالنشر العلمي، لكن بس دي فائده كنت عايز اذكرها هنا. طيب فبالتالي كاجابه عن السؤال ده، نعم النشر العلمي ممكن يكون مجانا في المجلات المتاحه بالاشتراك، وهي ممكن تبحثوا عنها في نفس المصادر اللي انا ذكرتها في بدايه اللايف. طيب نجي لموضوع هام للغايه من المواضيع اللي انا يعني عانيت معها شخصيا في رحله الدكتوراه، هو المجلات الوهميه او fake journals. بعض الناس يمكن كلمه fake journals ما تعجبهم، كلمه حاره، ولكن يعني انا بالنسبه لي موضوع النشر العلمي يعني اما تنشر في مجله كويسه او انه ما تنشر نهائيا، لكن تنشر في مجله تدعي انها عندها جوده وعندها تحكيم علمي وبينما في الحقيقه ما عندها، فدي من اكثر الحاجات اللي ممكن تضر سيرتك كباحث. هنا نوضح وهي ما معناها ان المجله ما موجوده في الحقيقه، لا هي مجله موجوده هي التحرير وعندهم موقع مسجلين، ولكن الحاجة الرئيسية أنه بيدعوا أن عندهم عملية تحكيم بينما في الحقيقة ما عندهم، أو التحكيم اللي عندهم سطحي للغاية فلا يرقى إلى أنه تصنف كمجلة محكمة. وأيضا من الحياة من السمات المجلات الوهمية دي أنها not indexed أو غير مؤرشفة في ال مؤشرات البحث العلمي المشهورة زي سكوبس أوف ساينس وغيرها. فدي من علامات سمات المجلات دي. في الغالب المجلات زي دي بتكون open access، بمعنى أنها بتنشر لك مقابل أنك تدفع قروش 500 دولار أو كده، فبتدفع أنت القروش، بتسلم الورقة، بيراجعوها لك في فترة سريعة أقل من أسبوع، أحيانا ممكن حتى يومين ثلاث أيام، يقول لك تدفع 500 دولار تدفع وتنشر لك الورقة. لان ده النموذج بتاعهم اصلا، هم قائمين على اساس ربحي بحت وما بيهتموا بموضوع الجوده ابدا. ايضا من سمات المجلات الوهميه دي انها النشر عندهم سهل للغايه. يعني عايز اقول حاجه يا جماعه، انا اول ورقتين سلمتهم رفضوا، والورقه يعني اول، وفي عندي اوراق قعدت فيها يمكن 7 أو 8 شهور، في اوراق قعدت اراجع التجينين وتجيني التعليقات من المراجعين مره ومرتين وثلاث حتى بعدين الورقه تقبل. فنشر علمي أو أول ورقة دائما بتكون صعبة في الحقيقة بالنسبة لأغلب الناس. فإذا وجد الإنسان نفسه بيسلم طوالب ينشر، يعرف أن المجلة دي في الغالب هي مجلة فيك أو ضعيفة المستوى. بينشر أيضا بسرعة. طبعا عايز أعلق هنا على موضوع النشر بسرعة، they publish really fast. ما كل المجلات السيئة بتنشر بسرعة، في مجلات جيدة بتنشر بسرعة لسبب واحد، وهو أنه عندهم هيئة تحرير أو مراجعين متفرغين بيدفعوا لهم عديل كده كأنهم موظفين. ومن أشهر الأمثلة على الموضوع ده دار نشر MDPI، دي دار نشر مشهورة جدا، وهي دار نشر يعني لها سمعة ومرموقة ما, 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 ما سيئة أبدا، سويسرية. عندهم مجموعة من المراجعين يعني كأنهم موظفين أو بيدفعوا لهم، وهم متفرغين لعملية المراجعة، فبالتالي بيقدروا يراجعوا الأوراق بسرعة بيشروها بسرعة، فهذيك فائدة يعني. أيضا بيرسلوا رسائل سبام يعني وإيميلات سبام. للاطلاع أكثر على موضوع المجلات الوهمية ده، إذا ناس عندهم زوين اهتمام، أحسن من كتب فيه يعني مشهور طبعا الشخص ده في الوساطة العلمية، هو توماس بيل، أعتقد أنه اسمه توماس بيل. توماس بيل ده أو خليني اسموه مستر بيل، لان يعني انا ما متاكد الاسم الاول شنو صراحه. مستر بيل ده هو اخصائي علوم مكتبات في جامعه كولورادو دنفر، متخصص فيما يتعلق بالبيش وان المكتبات والنشر العلمي، وعنده لسته قائمه مشكوره جدا، اشبه ما يكون بالباك ليست يعني قائمه سوداء اسمها بيلز ليست اوف بريديتوري جورنالز اند ببلشرز، قائمه بيل للمجلات والناشرين ايضا
ما اعرف كلمه بريدتري تترجمها كيف، لكن هو المقصود بها انه دي مجلات في تقديره هو بتستغل نموذج النشر المفتوح اوبن اكسس عشان ينشروا لمقالات مختلفه بمعايير جوده ضعيفه للغايه. ممكن ترجعوا للرابط بتاعه وتشوف تطلعوا اكثر عن الموضوع ده. ما هنا عايز اعلق حاجه مهمه جدا، ودي اخر تعليق، انا خلاص خلصت البرزنتيشن اذا ما شايفين تحت. كاتب انا هنا: A good researcher puts effort in finding information by themselves. ودي انا عايز تكون يعني من اهم الاستنتاجات او النقاط اللي اختم بها اللايف، ويعني انصح بها نفسي ونحن كسودانيين بالذات. انا لاحظت حسي من يعني من فتره عملي في الجروب كمشرف ومتابعتي للمنشورات في الجروب، انه احنا كسودانيين للاسف يعني عندنا نوع من الكسل كده، ما بنحب نبحث عن المعلومه بنفسنا، ما بنحب لو عايزين ننشر ورقه او نتعلم مهاره من المهارات ما بنحب نبحث نفتش برانا في جوجل وفي النت في المواقع المختلفه، عايزين دائما الزول يجيب لنا الحاجه عندنا مباشره. ودي حاجه سلبيه يعني، ودي من أسوأ الصفات اللي ممكن يتصف بها اي باحث علمي. يعني مثلا انا في البرزنتيشن دي في حاجات كثيره تكلمت عنها باختضاب، انا اتصور انه اي زول مهتم اكيد يبحث عنها اكثر. مثلا اتكلمت عن Scopus, Web of Science, SCI, Science Citation Index، تكلمت عن برمجيات معينة، تكلمت عن مهارات معينة. بتصور أن أي باحث مهتم وحريص ونشيط يشوف الحاجات دي وبعد كده يبدأ ويبحث عنها بنفسه ويحاول يتعلم بنفسه. دي مهارة جدا، دي مهارة من أهم المهارات للباحث، أنك كيف تتعلم بنفسك، كيف تتعلم البرمجيات المختلفة بنفسك، كيف تتعلم تبحث المعلومات الصحيحة بنفسك، كيف تتعلم تبحث المجلات الصحيحة بنفسك، وما تكون مستني دائما أن الناس يجيبوا لك الحاجة جاهزة عندك. فهمزني من حياتي عايز انبه عليها، ويعني ان شاء الله الناس كلها تستفيد من الحاجه دي. ده السلايد الاخير، انا كده خلصتها. وقبل ما نتيح المجال للاسئله عايز اوريكم صوره من الموقع الشخصي بتاعي، لانه فيه عده حاجات مهمه تستفيد منها جدا. Clean Energy for Africa زي ما قلت لكم هي مبادرة للتوعية وتثقيف الشباب بتقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في أفريقيا بالذات. الواجهة بتاعت الموقع كبلوج فيه مقالات كثيرة، طبعا أي زول عنده رغبة ينشر مقال من الطاقة المتجددة حباب وطوالي. في قسم هنا صفحة الصفحة الشخصية بتاعتي أبو دكتور محمد الحاج، ضغطوا عليها. سيرة ذاتية مختصرة، الشغل بتاعي بالضبط كان على شنو، ولكن الحاجات المهمة جدا في الصفحة اسم تعريش تدخل له. هنا أنا بتكلم عن البحث العلمي وتجربتي في البحث العلمي بدءا من سنة 2012 لما كنت في آخر سنة بكالوريوس. البحث اللي أنا عملته شنو، المشرف بتاعي، الصعوبات اللي أنا وجدتها، الحاجات اللي تعلمتها، بعدين البحث حق الماجستير، ليه اخترت الجامعة اللي اخترتها، منو كان المشرف، البرمجيات، الحياة، المهارات اللي تعلمتها، بعدينك أيضا خلاصة البحث العلمي، خلاصة البحث حق الماجستير، وأهم النقاط اللي أنا يعني تعلمتها. طبعا رسالة الماجستير كلها موجودة ممكن تطلعوا عليها. بعدينك أيضا هنا قسم How my PhD research started، تكلمت فيه عن البحثي حق الدكتوراه بديته كيف، بتين انضميت الجامعة، المشرف بتاعي، الشغل بالضبط كان عملته كان عن شنو، انا اصلا عملت شنو في الريسيرش، البرمجيات اشتغلت عليها، الموديلينج، البحث بتاعي بصور مختصره هنا موجود. بعدين اتكلمت عن اهم الانجازات الموجوده يعني اللي طلعت بها الحمد لله في نهايه فتره الدكتوراه، وهي كلها موجوده في قسم بتاع صفحه ثانيه اسمها سكولرلي اتشيفمنتس. كنت تشوفوها هنا الصفحه دي، فيها رساله الماجستير كامله، ناس مهتمين بالطاقه الشمسيه، رساله الدكتوراه انا نشرتها الان حديثا، عملت عليها ابلود فممكن الناس تطلع عليها، بي دي اف طبعا موجوده. وايضا هنا في ملف مهم للغايه، اتصور انه ممكن مفيد جدا خاصه للاساتذه، اللي هو الخطه الاكاديميه بتاعتي والتايم لاين. انا لما بدات الدكتوراه شنو كان الخطه بتاعتي، المواد اللي اخذتها، التسلسل بتاع المهام اللي قمت بها في البحث بتاعي، وايضا التايم لاين، الجدول الزمني والانجازات على حسب الجدول ده. طبعا الاوراق كلها المشكوره كلها موجوده هنا، واي ورقه كلوزد اكسس انا نزلتها ممكن تعملها داونلود وتطلعوا عليها مباشره. كونفرنسز، كم كونفرنس، اووردز اند سو اون. بعدين في قسم ثاني ايضا للناس المهتمين بالطاقه المتجدده، فيه بعض المحاضرات اللي عملتها، بعض الويبينارز،
في الباحثين السودانيين مثلا، كلها مسجله هنا موجوده. في صفحه ثانيه برضو عندي في الموقع ده هي متخصصه عن الطاقه المتجدده، التعليم في الطاقه المتجدده، لو يزول عايز معلومات عن الطاقه المتجدده كيف يبدا من البدايه، بدءا من الدراسه الجامعيه starting university degree. مثلا افتح لكم الصفحه دي حقت starting university degree، دي فيها بتكلم عن دراسه البكالوريوس، دراسه الطاقه المتجدده في مرحله البكالوريوس، اهم الحاجات المفروض انت على شنو، كيف تختار التخصص المناسب بالنسبه لك بصوره عامه، لو عايز تتعمق في الطاقه المتجدده شنو التخصصات اللي ممكن تفيدك. وايضا في قاعده بيانات ل 43 برنامج بكالوريوس تخصص الطاقه المتجدده في شتى دول العالم، كل برنامج يعني فيه اسم الجامعه والرابط، ممكن يعني يزور تخش يطلع عليها مباشره. هي يعني لسته كبيره صراحه، يعني 43 برنامج عدد كبير. بعدين لك عندي صفحه ثانيه بتكلم فيها عن الدراسات العليا واللي هي مرحله الماجستير والدكتوراه، فيها مثلا معلومات دراسة الماجستير، هل الماجستير مهم بالنسبة لك أنت كزول مهتم بالطاقة المتجددة ولا لا، وأنواع برامج الماجستير ونماذج لبرامج الماجستير في الطاقة المتجددة، الـ MBA هل حاجة مهمة ومفيدة للمتخصص في الطاقة المتجددة ولا لا. بعدين تكلمت هنا أيضا عن موضوع الجوانب دراسة الدكتوراه، وهل الدكتوراه مهمة وضرورية ومنه بيحتاجها منه ما بيحتاجها، بعض يعني التعليقات العامة في الموضوع ده. عندي صفحة تانية أيضا اسمها Other Sources، ممكن تشوفها هنا، هي فيها مواقع مهمة لزول اللي عايز يكون عنده ثقافة جيدة في مجال الطاقة المتجددة، ومواقع تانية مهمة للمعلومات العامة والتقارير حقت المنظمات الدولية، أحسن التقارير الموجودة شنو في المجال ده. أيضا في مواقع رقمية اللي هي للبحث العلمي، محركات بحث علمي ايضا ممكن يعني ترجعوا لها هنا. واخر صفحه ايضا من الصفحات المهمه حاجه اسمها اونلاين كورسز، الناس المهتمين بالكورسات والدراسه الرقميه عن بعد. عندي في الصفحه دي وضعت حوالي 20 او اكثر من 20 برنامج اونلاين كورس قصير مجاني، يعني كلها مجانيه، تخش تسجل وتبدا تاخذ الكورس مباشره في مجالات الطاقه المتجدده المتنوعه، بتشمل الجانب الهندسية، بتشمل الاقتصاد، الفاينانس، بوليسي وغيرها. فدي يعني حاجة يعني أرجو إن شاء الله تكون مفيدة للناس المهتمين بمجال الطاقة. ودي كده نهاية اللايف، شكرا جزيلا لمتابعتكم. الآن لو في أي أسئلة تفضلوا، يعني حبابكم أنا هرجع أشوف الكومنتس من الأول وأمر على الأسئلة واحد واحد إن شاء الله. طيب الله طبعا محفوظ، فممكن هتلاقوه هنا موجود إن شاء الله، ممكن تطلع عليه وبعدينك النزول فاتو يعني. طيب طيب بسم الله. طيب سارة سألت، سارة يونس قالت هل تعتبر تمبليت تبع المراجع المفترض اكتبها تمبليت؟ انا في البرزنتيشن قلت تمبليت، مكتوبة ورقة كاملة يعني منشورة في المجلة انت عايز تنشر فيها، فدومي تبحثي عن ورقة مشابهة تكون ورقة مميزة يعني عندها citations كبيرة، وتشوفي كيف ممكن تكتبي بصورة مشابهة لها. طبعا الصيغة بتاعت الreference format دي بتكون محددة من قبل المجلة مسبقا، وأغلب المجلات الآن عندهم فورمات خاص بهم، يعني مثلا المجلة بتاعت solar energy بيكون عندها فورمات حق references اسمه solar energy، بتكتب فيه مثلا الريفرنس بصوره معينه اما نيوميريكال بالارقام او بتكتب عبر الاسم الاوثر والسنه. فدي حاجه موجوده في موقع في الصفحه بتاعت المجله ترجع لها. احمد المتوكل قال هل لازم يكون عندك خبره طويله في المجال اللي عايز تكتب فيه؟ ولا طبعا ما لازم، كلنا نبدا من الصفر، لكن الخبره انت يعني بتاخذها وبتبنيها عبر الزمن، تبنيها من خلال المشرف بتاعك. فلذلك النشر العلمي لابد في انت لما تنشر اول ورقه وبتنشرها مع المشرف، طبعا اي ورقه بتنشرها في مرحله البكالوريوس او الماجستير عفوا والدكتوراه بتكون مع المشرف. موضوع الخبره الطويله بالمناسبه عنده علاقه بحكايه الريفيو بيبرز،
كثير من المجلات الجيده الان لما تيجي تسلمت لهم ريفيو بيبر وكنت انت ما اكسبرت ما خبير او ما في زول خبير معك في الاوثرز بيرفضوا الورقه بالمناسبه يعني. طيب نصيف ممكن او ناصف ممكن ترسل لنا امثله لمجلات معينه ممكن الزول يعتمد او يستعين بها؟ وريني انت عايز ايه تخصص بالضبط. انا ذكرت المراجع كلها الموجوده ممكن الزول يبحث فيها، ممكن انا ادي امثله لمجلات في مجال بتاع حق الطاقه المجدده، لكن المراجع المواقع بترجع عليها سكوبس وساي ميجو جي ار وجورنالز زي ما تقول انا كتبتها في اللايف ممكن ترجع عليها. طيب conclusion لللايف بصراحه ما في conclusion لان اللايف ده طويل دسم جدا، لكن الconclusion الرئيسي هو الحاجه اللي انا ذكرتها في اخر السلايد انه يعني لابد نحن كسودانيين نتعلم نطور مهارات البحث في انفسنا وما نعتمد على انه المعلومة تجينا دائما عندنا، نبحث ونجتهد أن نتعلم بأنفسنا. التعليم الذاتي ده من أهم مهارات الباحث. طيب وأيضا أن تدخل الموقع بتاعي لأنه فيه تفاصيل كثيرة. الموقع الشخصي بتاعي أعتقد أنه كومبرهنسيف يعني بيفيدكم جدا. إجلال سألت مكتوب human or animal subjects؟ أيوة ده الحاجة اللي أنا قصدتها في لما تكلمت عن موضوع الـ IRB. طيب هنا في سؤال روشا يا دكتور لو في اوكي المعادله انا بس عايز احاول اشوف الكومنتس. اوكي ثانيه واحده. طيب خلينا ننزل تحت. طيب والله مصحف معلش بس انا ما قادر افتح ال هنا او ثانيه واحده. نشوف لو ممكن نجاوب على الأسئلة منا. طيب يا ريت ترفع فيديو البث في المجموعة، الفيديو حيكون مرفوع. طيب ممتاز فكرة الـ ORCID ID طبعا موضوع الـ ORCID account من حياتها مهمة جدا. الناس كلها بعد الله يجزي زول يمشوا يسجلوا يعملوا حساب في الموقع ده. طيب ما واضح، ممكن تذكر اسم الباوربوينت المجلات المفتوحة دي؟ دفع الله. وفي سؤال من بط السيد ما أعرف قصدكم مجلات مجال الطاقة المجددة ولا فئة مجال. طيب الملف اللي أنا بشرح منه ده حيكون موجود كلايف، ممكن أرفع منه صيغة بتاعة PDF إن شاء الله برفعها من الأبلود في الجروب. طيب بلسم سألت عايزين نعرف كيف نتأكد أن المجلات مصنفة ISI أو سكوبس. أيوة ما تخش الموقع على سكوبس مباشرة، ما تخش موقع سكوبس حيجيك الليستة بتاعت المجلات بتاعتهم في مختلف التخصصات، فإذا وجدت المجلة هناك معناها هي مصنفة أو أركايب. طيب مناسك يا ريت لو يكون في تغطية دورية أو أمكن لمواضيع نشر أوراق علمية أو ما لها وما عليها لأهميتها وجدنا كباحثين لتلقي المعرفة عن خبراء إكسبرتيز أنهم يعلموا لنا هايلايت عن حياتهم المفروض نتجنبهم وده بيزيد من النشر لأنه كثير ما كثير يا ريت كلام يصل الإدارة. أكيد إن شاء الله، وأنا زي ما ذكرت يا مناسك في بداية اللايف إن شاء الله أنا عندي نية يكون فيديوهات قصيرة عن مهارات سريعة زي مثلا برامج الريفرنسز، الموضوع الIRP، الموضوع المهارات حقت وورد. أنا إن شاء الله ناوي أعمل حاجة دي كفيديوهات صغيرة وحرفعها يعني في الجروب. ويا ريت برضو يعني هنا أقول لكلمة الأعضاء إنه يا ريت يزول عنده موضوع معين شايف إنه محتاج زي ورشة صغيرة أو يعني ويبينار قصير إنه الناس يكلمنا عننا في الإدارة وإن شاء الله بنعملها. طيب علي ماهر المجلات المدفوعة زمانها بياخد كم؟ زمن النشر تقريبا هو نفسه سواء كانت المجلة close access أو open access تقريبا هو نفسه، يعني بتراوح أديك تقدير عام ما بين شهرين مثلا أو 3 شهور وقد يستمر إلى 7-8 شهور أو سنة يعني. فطبعا في المجلات بعض المجلات بعض دون النشر بتكون عندها إحصائيات لفترة النشر المتوقعة في كل مجلة كم أسبوع لحد ما يجيك والريفيو مثلا، بعض الإحصائيات زي بتلقاها أونلاين في موقع مجلة. طيب أحمد مصطفى قال هل مثلا لو شلت بيبر من مجلة وخديته كرفرنس محتاج إذن؟ لا طبعا، لو شلت بيبر يعني شلت منها نتيجة معينة شلت منها
استنتاج معين. لا طبعا هنا ما محتاج اذن. الاذن هو للفيجرز او الاول او اي الصور بالذات يعني الصور دي حاجه محتاج لها اذن. طيب ممكن توضح لنا المجله يكون الامباكت دي روشة محمد، ممكن توضح لنا لما المجله يكون للامباكت فاكتور حقها عالي، هل ده علاقه، هل ده له علاقه بانها لازم تكون Q1 او Q2؟ إذا كانت المجلة Q1، طبعا هي روشة بتسأل عن تصنيف المجلات، التصنيف اللي ذكرته لكم في موقع ساي ميجو وأيضا سكوبس بيصنف المجلات بعدة عوامل، منها الإمباكت فاكتور، منها الإتش إندكس، وعدة عوامل منها أيضا في أي ربع أو في أي شطر من المجلات هي، بمعنى هل هي من ضمن أحسن 25% من المجلات أو 50% أو 100%، ده هو مسموه الكوارتايل. وموضوع الكوارتايل ده اذا كانت المجله Q1 اكيد ان او Q2 اكيد حيكون الامباكت فاكتور حقها عالي، وان كان كلمه عالي دي كلمه نسبيه لانها بتعتمد على التخصصات. ففي تخصصات ممكن تلقى الامباكت فاكتور يكون يعني 20 100، في تخصصات لا بيكون اقل من كده بكثير. فانت المهم بالنسبه لك لما تختاري انه يعني كنصيحه ابحث عن مجلات Q1 يكون الامباكت فاكتور بتاعها Q1 اهم حاجه اعتقد في البدايه. ممكن تختاري حاجه اقل لو انت مثلا خبرتك يدوب يعني متوسطه او حسب الورقه بتاعتك ما قويه شديد، فكم تختاري مجله جودتها اقل شويه لحد ما تبني معرفه اكثر. اجلال قال تكلمنا عن Q1 Q2 Q3 دي اللي مقصود بها التصنيف المجله حسب الكوارتايلز يعني. طيب اللهم صل على نبينا محمد. هنا في فاطمه برضو سالت عن موضوع الكيو 1 كيو 2، ودي ايضا يعني موجوده في الموقع بتاع المؤشرات التصنيف سكوبس وساي ميجو جي ار، ممكن ترجعوا لهم. هي عباره عن تصنيف للمجله مقارنه بالمجلات الثانيه في نفس المجال، كل ما كان رقم اعلى كل ما كان التصنيف حق المجله افضل. ياسمين سألت قاعد إذا دكتور الموقع ده ممكن يساعد الناس في تحديده أساي ميجو جير، ده الموقع اللي أنا ذكرته فعلا. طيب دكتور عمر حميد قال في مجال الطب أعتقد أن ذكر البلد مهم جدا، ما عارف صراحة. شوف الموضوع النشر العلمي ده في التخصصات عندها تأثير كبير، فأنا مثلا ما عندي معرفة بالتخصصات الطبية بصورة عامة، لكن بتكلم هنا نطاق التخصص الهندسة. فمجال الطبي بالذات بمناسبة النشر العلمي فيه يعني مهارات مختلفة وحاجات تانية مهمة زول يعرفها، فياريت لو في زول عنده معرفة بالموضوع ده وخبرة وبيعرف زول نستضيفه يعني، لأنه الفرق بين التخصصات مؤثر. أديكم مثال، يعني مثلا عندنا في الجامعة لما جيتنا عندنا في كلية الهندسة قسم مختص بعلوم الحوسبة وتقنية المعلومات، دي لما أتكلم مع زملائي هناك قولين هم عندهم في علوم الحوسبة والآي سي تي وكده في مؤتمرات معينة في مجال ده، لو نشرت في المؤتمر أحسن من النشر في المجلة بألف مرة. بينما نحن عندنا في الهندسة بصورة عامة لا، المجلات تعتبر كمعيار أعلى من نشر المؤتمرات، فالفرق بين التخصصات مؤثر. فده أيضا عشان كده لازم زول يرجع للمشرف بتاعه عشان يتحاشي يعني في الحاجات دي. في سؤال تاني من بطة، في الفترة هذه ممكن الواحد يركز يكتب لتريتشر ريفيو، ممكن تتكلم عنها قدر شنو اقدر انسخ من الورقه؟ هل في قدر محدد التريتشر ريفيو كتابتها عموما؟ قد تحتاج يمكن للايف مستقل، لكن بس بصوره عامه انت في التريتشر ريفيو تكون الزول عايز يعني يلخص البحوث السابقه في مجال معين، وينتقد النتائج ويستنتج القصور في البحوث السابقة ويضع توصيات للبحوث مستقبلا. تقريبا دي الحاجة الرئيسية اللي هي بنسميها دي الصورة العامة. في تقسيم للتيشر ريفيو لنوعين، سيستماتيك ريفيو وناريتيف ريفيو، دي ايضا ممكن ترجع لها، اعتقد انه حاجة ترجع تبحث عن الموضوع فيه وتفاصيل كثيرة موضوع انواع الريفيوز. طيب محمد حسن قال ممكن تتكلم عن الريسيرش بروبوزل خصوصا الاكسبكتد ريزلتس خصوصا، وجزاكم الله خير. طيب الريسيرش بروبوزل بيكون يعني مقترح لبحث انت عايز تقدمه، وبيختلف في التفاصيل في درجه التفاصيل حقته بتختلف حسب نوع البحث نوع البروبوزل. اذا انت عايز تقدم مثلا بروبوزل لجامعه للقبول مرحله الدكتوراه
قد يكون ما مطلوب منك الا انك تعمل بروبوزل مبدئي جدا ما بيتجاوز 10 صفحات، بيكون فيه ليترشر ريفيو بصوره يعني جيده ما في تفصيليه شديد، واقتراح لمشروع معين، منهجيه لانفاذ المشروع ده بدون ما تضع ريزلتس. ما مطلوب منك تضع ريزلتس، ممكن تضع ريزلتس او نتائج اذا كان البروبوزل مقدم لتمويل، خصوصا التمويل تمويل ضخم يعني من مؤسسه ضخمه. عندنا مثلا في قطر لو عايز تقدم لتمويل بصندوق القطري لدعم البحث العلمي، البروبوزل نفسه ورقه حاجه ضخمه جدا اكثر من 100 صفحه، وبتكون فيه نتائج وفيه شغل سابق انت عملته متعلق وكده. فبيختلف يعني حسب انت حتقدمه ليته غرض يعني. طيب صفه سالت، هل اذا تم رفض ورقه يمكن ان تقبل في مجله اخرى؟ هل يمكن ان يكتب سبب رفض الورقه او فقط يكتفون بالرفض؟ سؤال ممتاز يا صفا، شكرا جزيلا. نعم، لو رفضت الورقه ممكن تسلميها لي ورقه ثانيه، ممكن تقبل ورقه ثانيه، ولكن طبعا في الحاله دي المفروض تشوفي سبب الرفض شنو والتعليقات حقت المراجعين. في الغالب المجلات يعني الرفض بيتم بواحده من صورتين. الصوره الاولى ممكن يرفض الورقه مباشره من المحرر الرئيسي، لانها هو يراجع المحرر بصوره سريعه ويقرر انها ورقه ضعيفه او ما متعلقه باختصاص المجله او فيها اخطاء كارثيه، فدي بتحصل وان كان بتحصل نادر، لان المحرر الرئيسي بيكون في الغالب مشغول جدا بيرسل الورقه للاسوشيت اديتورز او للمراجعين مباشره، هم اللي بيحددوا الحاجه دي. فلكن في الغالب لو رفضت الورقه حترفض وحيكون معها تقرير من المراجعين انه ليش رفضت الورقه والاسباب الرئيسيه والقصور اللي فيها وكده. ممكن تاخذ التعليقات ديك و تحسن الورقه بناء عليها. واحيانا بعض المجلات ايضا لما نرفض بالطريقه دي بيقول لك لكن احنا بنعتقد ان الورقه ممكن تقبل مره ثانيه عندنا، فبالحاله دي بيطلبوا منك انك تعيدي صياغه الورقه، تصحح الاخطاء وتسلميها كنيو سبمشن للمجله نفسها. طيب محمد المنتقى سأل، هل مجلة موقع كويس للنشر European Academic Research؟ ما بعرفه صراحة. آمنة قالت، كيف أقدر أفكر out of the box خصوصا لما يتعلق في نص المنهجية ما تلقى حلول؟ المنهجية هي عبارة عن آلية البحث نفسها، دي المفروض تكون هي دي أسهل حاجة. يعني مثلا أنت المنهجية قد تكون أنك عمليو هتشرح الإكسبرمنت عملتيه كيف، دي المنهجية، او برنامج حق كمبيوتر اشتغلتي موديلينج او سيميليشن على ماتلاب ولا حاجه زي كده بتشرح البرنامج بتاعك، دي هي المنهجيه بتاعت لكن يعني شوفي البحوث المتعلقه مشابهه للبحث بتاعك، تناقشي مع المشرف، تناقشي مع طلاب او باحثين نشروا اوراق مشابهه. قد يكون يمكن قصدك من السؤال انه انت عندك مشكله معينه لكن ما عارفه تحليها بيت منهجيه، في الحالة دي الحالة اللي منصح بها، يعني انه تشوفي اوراق مشابهة وتتكلمي مع باحثين عندهم نشروا اوراق في نفس المجال. طيب محمد الدين، اشكرك دكتور، انا هندسة ميكانيكا وعندي شغل بالروبوتات والميكاترونيك، عندي افكار تطويرية في روبوتات اختراعات، فما اعرف هل الافكار دي اطرحها بشكل اوراق قد الشركات الكبيرة انها تتنفذ. طيب محمد شكرا يا اخي، جزاك الله خير، شكرا على المشاركة. افكار تطويريه ممتازه على مجال الروبوتات والميكاترونكس عموما، المجالات اللي بقى عندها يعني اهتمام بقى يعني نمت وتطورت بسرعه بقى مرغوبه جدا. نحن عندنا بجامعه تونتنغهام لما تخرجت خريجين الميكاترونكس دفعتنا يعني دخلوا كل التخصصات، ناس دخلوا كهرباء، ناس دخلوا اشتغلوا اتصالات، ناس مشوا اشتغلوا في هندسه ميكانيكيه، فمجال متميز يعني. اذا عندك افكار تطويريه وكده الافكار دي شوف يعني ممكن تكون الافكار دي واحد من حاجتين، قد تكون بعض الأفكار قابلة للتحويل إلى اختراعات ولها تطبيقات حقيقية مطلوبة فعلا في الاندستري أو في المجالات المهنية. ففي الحالة دي لو أنت عايز تعرضها لجهة والجهة دي تدعمك وتمولك وكذا، لابد الفكرة بتاعتك تكون مطورة بصورة كبيرة، يعني مش مجرد فكرة في راسك، لا، لازم تكون فكرة مكتوبة واشتغلت عليها، عملت عليها، عملت تحققت من جودتها، قمت بمثلا بحث مصغر، قمت بنموذج في الكمبيوتر موديلينج، او قمت بحاجه وطلعت بنتائج اثبتت ان الفكره دي فعلا فكره متميزه وقابله للتطبيق ولها مستقبل. فلا بد يتم دراسه الفكره وتطويرها بالتعاون مثلا مع خبراء ثانيين وكذا. لو عايز تنشرها كتحويل لاوراق علميه وكذا ايضا ممتاز جدا، ما في اي مشكله. وفي الحاله دي انا انصحك دائما انت كطالب تشتغل مع المشرف بتاعك المفروض، او تشوف مشرف يعني في الجامعه، زي انت مرحله بكالوريوس مثلا ما عندك مشرف معين، ممكن تشوف مشرف من جامعه ثانيه تشتغل معاه
أنه كيف تحول الأفكار دي إلى أوراق علمية. طبعا ما يمنع لو الورقة لو حولتها لأوراق علمية وسلمتها ونشرت، ما يمنع أيضا أنك تستفيد من الفكرة دي لمشروع، يمكن يبقى اختراع، يبقى حاجة زي كده. أيوة، وأنا يعني بنصحك في الحالة دي، في فرصة في المجال في الموضوع ده. أيضا عندنا بعض المشرفين في الجروب متميزين في مجال الميكاترونكس زي أنس عبد الرؤوف، وممكن تتواصل معه وتشوف كيف يعني ممكن الأفكار دي نحولها لمشاريع تنفذ في أرض الواقع. طيب روشا قالت للأسف في مجلة نشرت فيها ودفعت $400 والإمباكت فاكتور حقها عالي ومكتوب في الويب حقته وسكوبس. المهم لما جيت بعد نشرتها رزق لخبرتي في الوقت ذاك شكيت عليها في الويب اوف ساينس، ما مصنفة في اي اس اي وسكوبس. روشا التجربة بتاعتك دي ما انا مرت بيها بالضبط صراحة، بس تتكلم عنها. انا برضه عملت نفس الحاجة دي بمناسبة قبل 3 سنوات، كان عندي ورقة نشرتها، يعني كان نسبة لعدم سوء توجيه. الفترة دي ما كان عندي مشرف، فنشرت المجلة زي وضعك، نشرت المجلة وما ما ما انتبهت لموضوع الامباكت فاكتور ولا انتبهت لموضوع التصنيف، اتضح انها مجلة فيك. فهم يوم جيت كلمت المشرف بتاعي بعد ما هو بيدي مشرفي وكلمته عن الموضوع، قال لي شوف اعمل الاتي. اول حاجة الورقة دي تمسحها تماما من اي سجل خاص بك، بمعنى في جوجل سكولر مثلا مشيت ومسحتها، وحتى في الموقع الشخصي بتاعي بمناسبة لو دخلت الآن ما حتلقوا الورقة دي، هي ورقة معينة بتتكلم عن الطاقة الشمسية في قطر، مشيت ومسحتها من أي حتة أنا بقدر أمسحها منها. فدي أول حاجة قال لي. ثاني حاجة قال لي أنا فصاعدا لابد أي مجلة عايز تنشر فيها تكلمني ونقعد نتناقش نشوف المجلة ولا لا. فموضوع التوجيه من المشرف دي حاجة مهمة للغاية، وأيضا أنه أنت كباحث يعني من الآن فصاعدا تنتبهي أنه تبحثي تجتهدي في البحث عن المجلات، تتحقق يعني من بيانات المجلات، ما تكتفي بانه المجله كاتبه انها هي اندكس وكذا، ممكن يكون عادي يعني يخدع الناس يعني ما تستوعب عادي. طيب ابا بكر قال في مواقع زي ممكن يلقى في غير فيها كورسات بتوضح تفاصيل النشر وموضوع المجلات المعتمده وغيرها واخلاقيات النشر بتفصيل شديد، الناس ممكن تبحث عنها. علينا مذكر اسم المواقع، في مواقع كثيره جدا طبعا. يعني عموما موضوع النشر العلمي الحياه اللي اتكلمت عنها دي انا اغلبها مفروض انها تدرس في الجامعه في مرحله الدراسه العليا، يعني في ماده منهج البحث العلمي، ده المفترض يعني انها تكون موجوده في المقرر، بس هو ما يضطر يمشي يحضر لايف في الفيسبوك عشان يعرفها. ففي طبعا في كورسات زي ومواقع كثيره جدا. بالمناسبة في الفرصة نفسها عايز أشيد بواحدة من المحاضرات المميزة للناس المهتمين بموضوع الليتريشر ريفيو، قام بها المشرف معانا في المجموعة دكتور إبراهيم موسى عن الليتريشر ريفيو، تلقوها في صفحته في يوتيوب فممكن ترجعوا لها. طيب سؤال تاني، بط السيد، هل الليتريشر ريفيو من جوجل سكولر الخاصة بي دي اف من بي دي اف فايل موجودة في الموقع حاجة محبذة؟ جوجل سكولر محرك بحث للأوراق العلمية، ولكن انا ما بحب اعتمد عليه صراحه وما ببحث فيه، ولا هو اصلا بيجيب لي النتائج اللي انا عايزها في الغالب يعني، فما بنصحك بالبحث فيه الا اذا انت عايز تبحث عن يعني اوريدي استنفذت البحث في المصادر الاصليه. المصادر الاصليه للتشير ريفيو المفروض تكون محركات البحث المتخصصه بدور النشر المشهوره، فمثلا زيفير دار نشر عالميه مشهوره عندها محرك بحث اسمه ساينس دايركت ممكن تبحثي فيه، تايلر اند فرانسيس عندهم محرك بحث اسمه تاند اوف اونلاين ممكن تبحثي فيه، اي تريبل اي عندهم محرك مشهور للاوراق العلميه اسمه اي تريبل اي اكسبلور ممكن تبحثي فيه. فحسب التخصص يعني انت بتبحثي في محرك البحث المناسب، ومع الخبره ومع قراءه الاوراق الكثيره حتبدي تعرفي شنو هي دور النشر المشهوره في المجال بتاعك، فبالتالي حتسهل عليك عمليه البحث. طيب سارة يونس قالت لو النتائج هي فرضيات لأن المشروع لسه ما نفذ محتاج زمن طويل عشان يظهر الإمباكت تبعه، هل يفضل عدم النشر؟ النتائج هي فرضيات لأنه ما ما النتائج ما هي ما فرضيات، يمكن قصدك النتائج نتائج نظرية يعني، فإذا هي نتائج برنامج حق كمبيوتر لابد أنك تعملي فاليديشن للنتائج دي يعني مقارنتها بنتائج ثانية عشان نتحقق نحن كمراجعين انه النتائج دي فعلا موثوقه يعني. لكن ما في حاجه بتمنع نزول ينشر حتى لو النتائج ما ارض الواقع يعني كان مجرد بحث نظري. طيب مناسك قالت
لفائدة الجميع في تخصص، بتكون من 5 دورات تدريبية في موقع كورسيرا اسمه English for Research Purposes for Publication، أعتقد أنه مفيد. شكرا شكرا جدا على المشاركة. طيب السؤال الثاني، أنواع البابليكيشن بصورة عامة لو ممكن تذكر لنا، زي ما ذكرت سابقا هي Research Article وReview Article. طيب أحيانا سؤال ثاني مناسك، أحيانا تحضر لنا أسئلة لاحقا، هل يمكن تواصل وطرحها ولا تنتهي الفرصة؟ أكيد أكيد، في أي وقت يزور عندي سؤال حياكم، يعني ممكن عبر عبر الماسنجر في الفيسبوك أو عبر الموقع بتاعي، عندي صفحة للتواصل في الموقع، ممكن تتواصل معي في أي وقت. طيب محمد الفادي جزاكم الله خير، بالنسبة للبحث العلمي أحيانا بتواجهنا مشاكل طرح الأفكار والتجارب كلها في ورقة واحدة فقط، كيف ممكن نقدر نطلع طلع أكثر من ورقة، بمعنى نقسم الشغل لأكثر من ورقة؟ طرح الأفكار والتجارب كلها في، ما فهمتها كيف انك تطرح الافكار والتجارب كلها في ورقه واحده، لكن عموما كونك تنشر اكثر من ورقه نفس البحث دي، يعني من الحياه انا تعلمتها من المشرف بتاعي دكتور سامي الغامي جزاه الله خير، انه عندك بحث معين مثلا طلعت منه ب 10 نتائج، تقوم مثلا تختار اهم 7 أو 8 نتائج منها ودي تنشرها في مجله، وبعدين تشيل ثلاثة أو أربعة نتائج ثانية بتلخص البحث وتنشرها ككونفرنس بروسيدينج أيضا، فما تمشي كل حاجة في مكان واحد، فبالطريقة دي ممكن تطلع منك تطلع لك عدة publications بنفس الشغل، فدي وسيلة جيدة، ولكن هي طبعا بتتطلب أنك تقدر تعيد صياغة الكلام، لأن لما تنشر مثلا ورقة وعايز تنشر ثاني بحث ثاني ككونفرنس بروسيدينج من نفس الشغل، لازم تعيد صياغة الانترودكشن، تعيد صياغة الديستريبيوشن، ما يكون في plagiarism. طيب جعفر قال جزاك الله خير يا دكتور، هل من الضروره ان يجيد المؤلف بعض البرامج الخاصه بالكتابه على سبيل المثال لاتكس؟ لاتكس ايضا برنامج مشهور مستعمل، ما ضروري صراحه، يعني عادي انا قاعد استعمل وورد واس انف وكافي، لكن مفيد يعني مفيد، وبعض الناس بيحبزوه، فموضوع يعني عنده هو اختيار شخصي يعني صراحه. طيب نزار، ما هو تصنيف مؤتمرات اي تريبل اي؟ احسن واحسن مؤتمرات في العالم في مجال الهندسه الكهربائيه والالكترونكس يعني معروفه اي تريبل اي، وعندهم زي ما ذكرت انا سابقا محرك بحث متخصص اسمه اي تريبل اي اكسبلور، ممكن الناس ترجع عليهم. طيب انا ما عارف هل انا شفت كل الكومنتس ولا في كومنتس ثانيه. طيب طيب محمد نمر، هل رسوم الورقة العلمية عندها علاقة بعدد صفحات الورقة، وهل في عدد محدد للصفحات؟ رسوم النشر، المجلات اللي عندها رسوم بيكون الرسوم للارتيكل ككل، وهم بيفرض عليك في المقال انك ما تتجاوز عدد معين من الكلمات، عدد كلمات، ما هو عدد الصفحات. وايضا بيفرض عليك انه ما تتجاوز عدد معين للفيجرز او الرسومات والصور والجداول، واحيانا بعض المجلات كمان لانه عندهم مساحه محدده للنشر بيقول لك انه كل صوره بتاخذها انت بتساوي 300 كلمه، كل صوره اذا كان حجمها صغير، اذا كان حجم الصوره كبير بتساوي 500 كلمه، فبعدين بيقتطعوا الحاجه دي من الرصيد الكلمات المتاح، فكده لازم انت تنتبه الحاجة دي. طبعا بالمناسبه يعني الحاجه المهمه في النشر لما تقدم الورقه في البدايه بتقدم الورقه للمجله بصيغه PDF ومكتوبه بصوره عامه، يعني ما في فونت معين ولا في حجم خط معين ولا في يعني فورمات معين، الفورماتين ده كله بتعمل المجله بعدينك بعد ان يتم الموافقه عليها، فالناس ما تهتم بموضوع تنسيق الورقه وكده في المرحله الاولى. طيب اوكي، في اي اسئله ثانيه؟ انا شايف هنا الكومنتس في الموبايل كلها. طيب احاول اقرا بعض الاسئله في الكمبيوتر. طيب مصطفى بينا محمد مكتوب امباكت فاكتور، بعض الناس ما عارف الامباكت فاكتور، وشنو الامباكت فاكتور مقصود به؟ هو رقم بيشرح جودة المجلة وبيحسبوه كالآتي، بياخدوا عدد السيتيشنز من المجلة دي في آخر 3 سنوات وبيقسمه على عدد أوراق التي نشرت في المجلة في الفترة نفسها آخر 3 سنوات، أو يمكن تكون آخر 5 سنوات، كله يعني في عدة طرق للحساب. وكونه الامباكت فاكتور ده كيف نعرف أنه عالي ولا منخفض؟ الموضوع بيعتمد من تخصصات بيختلف، يعني اختلاف كبير جداً حسب، في تخصصات مثلا بتكون الامباكت فاكتور حق المجله 5 و6 يعتبر عالي جدا، في تخصصات لا
في يعني المفروض يكون اعلى، فالموضوع بيهتم من تخصص لتاني. طيب في سؤال هنا برضو عن جعفر، يا ريت دكتور ترفع ملف باوربوينت ان شاء الله، حرفعه ان شاء الله PDF جاهز الملف عندي، احنا نحاول ان شاء الله ارفعه الليله باذن الله. احمد الويب سايت بتاعك، احمد انا من حيث ذكرتها في البرزنتيشن انه الناس لازم تتعلم تكون باحث يعني تتعلم تطور مهارات البحث عندها، فالموقع بتاعي ويب سايت بتاعي موجود، انت ابحث عنه بعد كده، انت باحث شوف الموقع ده حيكون قاعد وين، اكيد اني انا ذكرته كتبته في حته ما فعايزك تبحث عنه. طيب سؤال ثاني بط السيد، ما فائده التسجيل على الاو ار سي اي دي؟ زي ما ذكرت انا في البرزنتيشن، الاو ار سي اي دي هو عباره عن ارشيف دولي للباحثين، بتسجل فيه بيدوك رقم معين بيكون رقم البحث بتاعك زي باركود، باستعمال الرقم ده والبيانات اللي انت كتبتها، طبعا البيانات لازم تتكتب بصوره صحيحه، الاسم الاول والاسم الاخير والايميل والمؤسسه التعليميه وكده، بعد ما تكتب الحاجات دي تلقائيا عبر قاعده البيانات حقت الموقع ده، لانها مرتبطه بقواعد بيانات ثانيه متعلقه للبحث العلمي زي سكوبس وزي كروس ريف، تلقائيا حيبدا يضيف لك كل الاوراق في البروفايل بتاعك اللي انت نشرت باسمك، يعني بتتم اضافتها تلقائيا لانه هو مرتبط بعدة قواعد بيانات ثانيه، وبيبدأ بيبقى يكون رقم تعريفي خاص بك للتحقق من مشروعاتك العلمية. مثلا أنا لو قلت لك أنه الرقم بتاعي الـ RCD هو رقم معين مثلا 1 2 3 4 5، تقدر تبحث عنه في الموقع بتاعه وبتعرف تلقائيا أنه محمد الحاج ده نشر الأوراق الفلانية كده، دي المجال بتاعه، ده التخصص بتاعه، دي الكونفرنس حقته، دي البيبرز بتاعته وكده، فهو بيستعمل لتصنيف وتسجيل بيانات الباحثين بصورة منهجية، ده المقصود به. طيب عبد الله الهادي، ممكن نلقى تسجيل محاضره؟ اتمنى دكتور استمرار. يس التسجيل موجود في 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 الجروب ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكون في لايفات ثانيه. طيب اعتقد اني جاوبت على كل الاسئله تقريبا في ايو. طيب غاده سيد احمد قالت هل ممكن اعمل ورقه علميه من ورقه علميه واحدة أي وناقش النتائج، لأن الموضوع مطروح عندنا في السودان، ويعني تناقش النتائج ورقة واحدة بس ما فائدة كبيرة جدا، يعني أنت عايز تناقش، أنت كان قاعد تعمل زي critical literature review، المفروض تناقش النتائج حقت عدة أوراق مش مجرد ورقة واحدة. طيب نهاد قالت كيف ممكن أتأكد من انه ما عمل بلاجيريزم؟ طيب البلاجيريزم ده من طبعا حاجات مهمه جدا معرفتها بالنسبه لاي سؤال عايز ينشر ورقه، التحقق منه بيكون عبر مرحلتين. المرحله الاولى ان انت اثناء الكتابه اصلا، عبر ثلاث مراحل. المرحله الاولى اثناء الكتابه اكتب كل حاجه من راسك، وكتبت كل حاجه من راسك في الغالب ما حتطلع عندك اي بلاجيريزم، ولو جيتي عايز يعني في معلومه مهمه في ورقه لقيتيها تعيد صياغتها بنفسك، في الحاله دي اكيد اكيد ما حتعمل اي بلاجيريزم. بالاضافه لانه لما تكون خلصت الورقه مثلا عايز تسلميها للمجله، اول حاجه هنسلم الورقه للمشرف، المفروض المشرف يراجعها، وفي كثير من الجامعات الان المشرفين اعضاء التدريس مفروض يكون عندهم اكسس لبرامج التحقق من البلاجيريزم اللي هي زي ايثنتيكيت مثلا او تيرنت ان، فدي بيستعملوها بيحقق منها. بالاضافه الى الحاجه دي ايضا المجلات نفسها، المجلات العلميه المحكمه الجيده ايضا بيكون عندها الحاجه، بيكون عندها برامج تستعمل للتحقق من البلاجيريزم، ولو شكوا في الشغل بتاعك حيكلموك حيفوت الورقه. وفي ايضا بعض المجلات كمان لما بعد ما ينشر ورقه ايضا بيظهروا البيانات دي، ان الورقه دي تم مراجعتها عدد 3 مرات أو 4 مرات وتم التحقق منها من البلاجيريزم باستخدام برنامج الفلاني وكده، هذه موجوده. طيب سؤال اخير يا دكتور، هل ممكن في الريتشر انه اخذ من اي ورقه علميه مثلا ورقه من سنه 2006 اخذ منها؟ ممكن، حسب، ممكن طبعا ما في حاجه بتمنع، حسب لكن التخصص بتاعك وشنو، حسب المجال بتاعك. مثلا لو المجال اللي انت قاعد تناقش فيه هو مجال فيه بحوث كثيره جدا قاعد تنشر بصوره سنويه
والاكتشافات فيه جديده ومتطوره ومتسارعه. في الحاله دي من غير المنطقي يعني انك تخط الليترشر ريفيو في الليترشر اوراق قديمه جدا، لانه موضوع الليترشر ريفيو عايزك تشرح التاريخ بتاع البحث، انت عايز توري الناس ستيت اوف ذا ارت، احدث حاجه وصل لها العلم شنو، وصل لها البحث. ممكن لكن احيانا تضيف في بعض الاوراق القديمه اذا كان المجال ما فيه الا بحوث قليله جدا، كانت الاوراق القديمه ديك مهمه، فممكن تعتمد عليها، ما بحب تمنع بصورة عامة. ولكن المجلات دائما بتفضل أنه يكون الريفرنسز أبديتد، ولو وجدوا أنها قديمة شديد وهم عارفين أنه في أوراق جديدة ممكن يرفضوا الورقة دي أو ما يقبلهم عشرة. طيب محمد الباقر قال يا دكتور لو عندي أبحاث منشورة بأسماء غير موحدة كيف أقدر أعدي الاسم؟ ما ممكن تعدي الاسم. السؤال جيد صراحة، السؤال جيد جدا، ودي من الحالات ممكن ننبه عليها من الآن، أنه أي زول من الآن في صعيدة عايز ينشر أو عايز يعمل بروفايل لنفسه في جوجل سكولر في ORCID وغيرها، يستعمل اسم موحد اللي هو الاسم الأول، ده أفضل حاجة، الاسم الأول والاسم الأخير. ممكن الاسم الأول والاسم الأوسط والاسم الأخير. الحاجة دي عانيت منها في بعض الأوراق القديمة، كنت بكتب اسمي الثاني عطا، وكان بيظهر الاسم كمحمد عطا الحاج، بعدينك المشرق قال لي لا ما في داعي خلي محمد الحاج بس الاسم الأخير، وما في داعي يعني إضافة. طبعا الاسم ايضا فيه بعض المهارات المهمه في كتابه الاسم بالمناسبه من المهارات انه لابد تتحقق اذا كان الاسم باسم شائع وناس كتار عندهم الاسم الاول والاسم الاخير نفسه. مثلا نفترض انه الاسم بتاعك نفترض انه اسم محمد الحاج ده الاسم بتاعي، نفترض انه في ناس كتار اسمه محمد الحاج كلهم دكاتره وكلهم شغالين في مجال رينيوبل، في الحاله دي انا عشان ما يحصل لبس حاقوم اخد مع اسمي الاسم الاول والثاني والثالث والاسم الاخير عشان ما يحصل اي لبس، فدي من هناك. لكن جاب على سؤال انت نشرت الورقه اصلا ما ممكن تعدي الاسم، ولكن ممكن انت تربط البيانات حقت الاوراق دي كلها بعضها البعض في عبر الـ عبر الـ عبر الـ عبر اللهم صل على نبينا محمد، عبر الرقم الحساب بتاعك في ORCD. هنا دي هنا بيجي اهميه الاشتراك في قواعد البيانات زي دي، انه يكون عندك انت رقم خاص بك، فممكن في الرقم ده تضيف الاسماء المختلفه اللي انت نشرت بها، وتلقائيا حيتم تصنيفها كلها تحت اسمك في سكوبس وفي مؤشرات البحث المشهوره. فالخلاصه انه يكون عندك اول حاجه تحرص على اسم موحد، وتضيف البيانات تحتك كلها في الحساب بتاعك بتاع ORCID. طيب ابتهال قالت ذكرت انه لو ان اعيد صياغه البحث في حاله عايز انشر منه اكثر من ورقه علميه، كيف تتم الحاجه دي وهو مشترك في كل التفاصيل؟ لا اعاده صياغه مقصود انك تعيد كتابه الكلام، يعني مثلا لو البحث اللي انت عايز تاخذ منه معلومه فيه مكتوب فيه انه نحن قمنا بالتجربه الفلانيه دي وطلعت معانا النتائج الفلانيه 10 نتائج مثلا، انت ممكن تقولي فلان الفلاني في سنه كده عمل بحث باستخدام اكسبيرمنت معين واستنتج منه نتائج هي 1 2 3 كده، يكون عاد الصياغه. المقصود انه ما تنسخ الكلام كوبي بيست، يعني تعمله كوبي كنترول سي كنترول في زي ما يقولوا، ده المقصود. لكن اذا كانت في مصطلحات وكده كده راح تكون زي ما هي ما حتتغير. طيب معلش سؤال تاني، مبدئيا التقديم للجورنال بيكون عندهم تمبليت للجورنال معينه ولا برسلها كلها؟ الاغلب المجلات الان حسب علمي او ان لم يكن كلها بيجوا ما بيشترطوا على المؤلفين انك تلتزم بتمبليت معين اثناء التسليم. الحاله الوحيده كتمبليت في اثناء التسليم انك تلتزم بعدد الكلمات، تلتزم انه ما يكون في بلاجيريزم طبعا، تلتزم انه لو عندك اي صور وكده تكون اخذت بيرميشن، تلتزم بالامور الشكليه زي كتابه اسماء المؤلفين، كتابه الايميل، كتابه بيانات الكورسبوندينج اوثر والحاجات زي دي. لكن انك تكتب مثلا فونت معين وحجم معين وكده لا، ما بيشترط اغلب في مرحله التسليم. طيب سناء قالت اذكر برامج الانتحال مره اخرى بوضوح. البرامج هي اشهر برنامجين الان هو واحد هم اثنين، واحد اسمه Authenticate والثاني اسمه Turnitin. هم يعني لو كتبتي plagiarism software في جوجل حتجي ليك، يعني دي هي البرامج. طبعا هي لو زعل يشتريها غالية جدا صراحة، فالمفروض تكون عند المؤسسة التعليمية او بتكون عند دار النشر طبعا للتحقق من الـ من الـ من plagiarism. طيب سناء هل في منها مجانية لمراجعة الورقة كلها بدون تقسيم؟ في مجانية منها لا، لأن برامج يعني
مكلفه صراحه التطوير، لان هم البرامج ده مثلا زي اثنتيكيت بيعمل شنو، لما تخط الورقه بيقارن الورقه بتاعتك بالاف الاوراق المشهوره في شتى المجلات في العالم من سنه 2000 مثلا لحد الان. فما حاجه سهله كسيرش يعني كابابيلتي، فمن ناحيه سيرش حاجه صعبه، فبالتالي ما هي مجانيه. ولكن زي ما قلت لك المجله هي بتقوم بالحاجه، فانت اذا بدات كاتبه الورقه بنفسك ما شاء الله ما تكون في مشكله في البيجريزم بيفرض يخاف منها زول واحد بس، والزول اصلا عارف نفسه غلطان قاعد مثلا شاف ورقه معينه ونسخ منها باراجراف كامل وحطها كوبي بيست وعمل حاجه دي عده مرات، ده الشخص المفروض يكون يعني يخاف في موضوع البيجريزم. والا في الغالب انت لما يعني احنا كاي زول بيعرف انجليزي لما يكتب ويلخص كلام تاني ما حيعيد نفس الكلام ونفسه، حيكون في اختلافات اكيد. طيب اللهم صل على نبينا محمد. بمناسبه موضوع البيجريزم ده فيه يعني موقف لطيف حصل لواحد من زملائي في المبادره بتاعتنا كرينجي فور افريكا مصدق. شفته انا قبل شوي كان قاعد في اللايف، ما اعرف احتمال يكون طلع، حصل برضه موقف صراحه يعني سيء، انه في باحث معين يعني للاسف نشر بحث كامل عن موضوع معين، ما عايز اقول الموضوع شنو عشان ما تعرف، ونسخ من الورقه بتاعت زميلي ده نسخ منها صفحات كثيره، والباحث ده للاسف انه زول سوداني وزول عضو هيئه تدريس واحده من الجامعات الحكوميه. فانا شفت الحاجه دي وكلمت مصدق ده، وكانت يعني صدمنا صراحه انه يعني كيف انت تعمل حاجه زي كده. فدي من الامور الكارثيه موضوع البلاجيريزم اللي ممكن تدمر سمعتك تماما، ولو دمرت سمعتك انت كباحث ما هترجع تاني ابدا. دي من الحاجات يعني بناء السمعه في المجال العلمي بياخذ وقت طويل، ولكن عشان تدمر السمعه يكفي فقط انه يكون عندك موقف واحد زي ده، وتاني يمكن تاني حتى تحضر يعني في مجلات او المجلات عموما المجلات الجيده، لو اكتشفوا انك انت يعني خرقت واحد من اخلاقيات البحث العلمي الاساسيه خصوصا ما يتعلق بالبلاجيريزم والنسخ، هيسحبوا الورقه هيحضروك تماما وحيرسلوا اسمك وبياناتك وجامعتك لكل دور النشر في الشبكه بتاعتهم، بحيث انه ترفض تماما من انفا صاعدا وتمنع من النشر تماما. فالموضوع يعني فيري فيري سيريس، خطير للغايه. طيب احنا الان تقريبا ساعه و40 دقيقه، ما عارف هل اسئله ثانيه ولا خلاص ننهي ننهي الله بشاف الناس بدأت تطلع. أنا عارف إن الله كان طويل وكان مطلقه عدة حاجات مهمة. طيب ما شاء في أسئلة تانية، أعتقد إنه خلاص ممكن ننهي لايف. أمان الله وياك من الحظر. أيوة صح، موضوع يعني خطير جدا من ناحية طبعا هذه كلها في المجلات الجيدة، يعني من المجلات الوهمية والمجلات التمانة ما بيهتموا بالحاجة دي أصلاً ولا ممكن يتابعوها. طيب محمد نيمي قال أنا إذا أنا نقلت كلام وما غيرت في صيغة الكلام لكن ذكرت المصدر والمرجع هل ده بيعتبر ممنوع؟ ممكن تنسخ الحاجات البسيطة، يعني مثلاً النسخ البسيط ما مشكلة، يعني لو نسخت مثلاً جملة واحدة جملتين أو أربع خمسة مصطلحات وأربعة حاجة زي كده ممكن تكون مقبولة، لكن الحاجة المرفوضة أنك تنسخ كلام كثير شديد، يعني كمثال مثلا تنسخ لك 100 كلمه ورا بعض زي ما هي، مستحيل انك ما تكون مستحيل تقول لي انا ما قادر مثلا اعيد صياغه الكلام ده. هذا هو المقصود. والاقتباسات ايضا بالمناسبه في المجالات العلميه عندنا موضوع مرفوض، يعني انا شايف في التخصصات الانسانيه وكذا تلقوا مثلا في كتب كثيره في اقتباسات قد تكون صفحات. في المجالات العلمية عندنا على الأقل في الهندسة وكده ما في حاجة اسمها اقتباس، أنك تأخذ من ورقة تقتبس باراجراف كامل وتقول الباراجراف ده من البيبر الفلانية، دي ممكن تعمل حاجة، لازم تعيد الصياغة يعني بالاختصار، ده المقصود. طيب بتخطط أسماء مواقع هنا ريسيرش جيت ساينس دايركت نيتشر سيل شنو الثانية أسامي مجلات ممكن أبحث فيها؟ طيب بالمناسبة يعني هنا الحياة كتبتها دي ما كلها نفس الدرجة. ريسيرش جايد ما مجلة، ريسيرش جايد ده موقع عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي للباحثين زي الفيسبوك لكن الباحثين، بيكون عندك بروفايل بيكون عندك تنشر فيه أوراق وكده، وبيدوك أيضا ستاتيستيكس للسيتيشنز وكده. ساينس دايركت ما مجلة، ساينس دايركت هو محرك بحث زي جوجل
بيبحث لك عن الأوراق العلمية اللي نشرت في مجلات نشرتها دار إلزيفير، فهو محرك بحث لدار نشر معين اسمه إلزيفير، ده هو ساينس داري. نيتشر اسم مجلة في الحالة دي، نشر اسم مجلة. سيل أيضا دي اسمها مجلة. طبعا نيتشر أحسن مجلة في العالم، نيتشر وساينس دي معروفات، فيعني الناس اللي بينشروا فيهم هيكون ناس عندهم بحوث يعني على مستوى جائزة نوبل. دي مجلة نيتشر الأساسية. طبعا نيتشر أيضا عندهم براسة مجلات فرعية في المياه، في الطاقة، في علوم تانية، وديك المجلات ديك مستوياتها تعتبر عادية، يعني زي ممكن عادي جدا يشوف فيها، لكن المجلة الرئيسية نيتشر ديك يعني المجلة الرفيعة المعروفة. طيب، ولا قالت معلش دخلت متأخر، لكن ما فائدة ورقة علمية طالما أنا عاملة بحث أو عدد من البحوث؟ لازم أحول بحثي لورقة علمية وانشرها. البحث ممكن يكون مرجع بدل ورقة علمية. كيف يعني قصدك يكون مرجع؟ هو إذا أي بحث أنت حتعمليه لازم تحوليه لصيغة مكتوبة، صحيح؟ الصيغة المكتوبة هي حتكون إما ورقة علمية، أو حتكون ورقة مؤتمر conference proceeding، أو حتكون كتاب ممكن يكون book، أو ممكن يكون رسالة حق التخرج حق البكالوريوس أو ماجستير. دي كلها صيغ متعددة للنشر. الورقة العلمية في مجالات العلمية التطبيقية عموما زي الهندسة والعلوم الطبية حتى والعلوم الحيوية وكده، بصورة عامة الورقة العلمية والجورنال بيبر تعتبر أرفع وأعلى أنواع التوثيق العلمي للبحث بتاعك. ليه؟ لأنه لما تعمل ورقة علمية كونك كتبت الورقة دي الخطوة الأخرى تاني حتتم مراجعتها بمعايير صارمة للمجلات العلمية المحكمة، فبالتالي لما تنشريها كانك بتقولي للناس أني عملت البحث ده وتم مراجعته وتحكيمه من أحسن الخبراء في العالم وتم الموافقة عليه، فبالتالي بيكون عنده قيمة علمية أكتر من مجرد أنك تكوني كتبت عملت البحث كتبتيه وبعدين نشرتيه في الفيسبوك مثلا بدون أي مراجعة ودون أي تحكيم. قد يكون فيه غلط كثير، قد يكون فيه إشكالات، قد يكون فيه يعني عدة مشاكل يعني، فده ده المقصود. فذلك الورقة العلمية journal paper قيمتها في الجانب العلمي عندنا في البحوث العلمية أعلى بكثير من ورقة المؤتمر ما عدا في بعض التخصصات، وأعلى من الكتب حتى بالمناسبة، وأعلى أيضا من رسائل التخرج كقيمة وكمصداقية وموثوقية. دل عشان كده مهم أنه الناس تتعلم كتابة البحوث العلمية. طيب، رشا، لو كل زول قال كده ما في زول حيقدر يكتب بحث، لأنه العالم كله الآن شغال بالبحوث بالإنترنت، ما في زول يمشي مكتبة إلا نادر لكتاب معين. صحيح كلام رشا أيضا صحيح جدا. يعني أنا مسألة كمثال في البحث حقها دكتوراه ما كان عندي أي مرجع هو كتاب، ما عاد يمكن كتاب واحد بس، أيوة كتاب واحد، وحتى الكتاب اللي أنا اعتمدت عليه كمرجع ما كان ضروري، كان مستوي يعني. ففي مجال البحث العلمي الوراق العلمية بتعرض لك أحدث أو أيوة أحدث ما وصل إليه العلم، بالتالي هي قيمتها عالية جدا وأعلى بكثير من 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 نشر الكتب أو من الصيغ الأخرى الموجودة للنشر. فدلدل دي هنا توجه أهمية الأوراق العلمية. طيب، بطة قال طيب يا دكتور نزل أوراق موثوقة من وين بالضبط؟ تنزل أوراق ممكن تنزليها زي ما قلت لك، زي ما يعني ذكرتها في اللايف، حتنزليها إذا كانت هي ورقة open access مجلات مفتوحة حتنزليها من الموقع بتاع المجلة مباشرة. إذا كانت الورقة closed access أو في مجلة بالاشتراك ما حتقدر تنزليها إلا تكون أنت عندك اشتراك عبر المؤسسة التعليمية اللي فيها اللي أنت يعني عضو فيها. او طبعا بطبيعه الحال يعني في ناس ايضا حيمشوا للمواقع بتاعت ساي هاب وغيرها بيعتمدوا عليها، هي غير قانونيه صراحه، ولكن في كثير من دول العالم النامي الان بقى ما في خيار اخر غير ناس يعتمدوا على بعض المواقع زي دي. فانت وذاك يعني انا ما حقول لك امشي نزلي من ساي هاب طبعا، لكن دي الخيارات المتاحه الان. طيب، مؤمن، هل ممكن أنشر ورقة علمية من غير ما يكون عندي بحث؟ طبعا ما ممكن، والورقة العلمية هي عبارة عن توثيق لبحث، فكيف حتنشر إذا أنت ما عندك بحث؟ بمناسبة مفيد أني أذكر أيضا أنه الورقة العلمية والجورنال بيبر هي واحدة من وسائل توثيق البحث العلمي. أنت قد ما يكون عايز توثق البحث بتاعك،
قد يكون انت عندك حاجه محتاجه اصلا لكتابه علميه او محتاجه لبحث علمي، قد يكون عندك اختراع مثلا، والاختراعات مناسبه بتمر بمرحله مختلفه فيما يتعلق بالنشر وكذا والتحكيم والمراجعه. ففي صيغ مختلفه جدا، لكن احنا بنتكلم كباحثين وطلاب في جامعات مرحله دراسات عليا او كاساتذه او كاعضاء هيئه التدريس او كاعضاء في مراكز ابحاث، دي هي الوسيله الاساسيه في توصيل المعلومات العلميه او الساينتفك كوميونيكيشن. في وسائل اخرى طبعا للتوصيل، للتواصل، توصيل المعلومات، منها البرزنتيشنز العروض المرئيه، دي ايضا وسيله، المحاضرات ايضا وسيله لتوصيل المعلومات، ولكن تبقى الورقه العلميه المكتوبه المحكمه اعلى معيار في ناحيه من ناحيه الجوده يعني. طيب اجلال، ممكن ريفيو ارتكل، ريفيو ارتكل الى يتعمل عليها صراحه لايف مستقل او طريقه كتابته وكده، ولكن في زي ما ذكرت انا في محاضره جيده في اليوتيوب بنصح بها، في تلقيها في موقع او في القناه بتاع الدكتور ابراهيم موسى، هو مشرف معنا في المجموعه البحثيه السودانيه، ممكن ترجع عليها. طيب محمد عبد الوهاب قال السلام عليكم، معليش متاخر بس حابب اعرف كيف اقدر اقرا ورقه علميه حتى اكون فاهم اضافه الباحث او صاحب الورقه. القراءة يعني في البداية أنا كنت نفسي كنت بعمل الآتي، كنت يعني بسعى أنه أقرأ الورقة كاملة، دي في بداية يعني مرحلة نهاية البكتيريوس وحالة الماجستير بقرأ بقى كلها، ويعني في البداية ما كنت بفهم كل محتوى الورقة، يمكن أفهم منه 20% 30%. مع الإكثار من القراءة بتبدأ أنت تشكل ثقافة جيدة في المجال بتاعك، فبتبدأ تقرأ، تقدر تستطيع أنك تقرأ بسرعة شديد. فمثلا بتنزل الورقة بتقوم تختصر قسم الانترودكشن، لان انت اوريدي عارف الانترودكشن وعارف الليتريتشر ريفيو، عارف الحياه الجديده في المجال شنو، بتجي مباشره تخش على الميثودولوجي حق الباحث عشان تعرف هو كان عايز يحاول يعمل شنو، ايه المنهجيه استعملها، وبتمر على الريزلتس تشوف الجرافس والتيبلز والفيجرز، منها بتقدر تستنتج انه اضافه الورقه دي شنو، وبتقدر الكونكلوجن. انا كنت دي الطريقه اللي انا بعملها، فبقدر اقرا اوراق كثيره بسرعه. فالموضوع هو محتاج صبر، محتاج شوية زمن، وأيضاً نزول أطور مهارات القراءة السريعة عموماً يعني، وفي دورات كثيرة وفيديوهات كثيرة في اليوتيوب ممكن تطلع عليها في موضوع القراءة السريعة. طيب محمد نيمر قال، هل رسالة الماجستير تخضع على نفس القوانين تخضع عليها ورقة علمية بالذات نسبة النخل من الأوراق والبحوث الثانية؟ سؤال جيد. أول حاجة يعني إجابة لسؤال ثاني، أنه رسالة الماجستير والدكتوراه أيضاً تخضع لقواعد الورقة العلمية فيما يتعلق أيضاً بالتحكيم، أنه أيضاً أي رسالة ماجستير ودكتوراه لابد يتم تحكيمها ومراجعتها، وطبعاً بتكون العملية دي من قبل لجنة الاختبار النهائي أو لجنة المناقشة يعني المناقشة الخارجية. طيب الورقة الرسالة ماجستير أيضاً طبعاً تخضع لنفس قواعد شروط الورقة العلمية ما يتعلق نسبة النقل، طبعاً تخضع عليها، ودي بعكس حاجة مهمة عندنا احنا في جامعتنا مثلا جامعه حمد بن خليفه، لما احنا خلصنا الايزو خلص كتابه الرساله بتاعته بيعمل لها بلاجيريزم تشيك باستخدام برنامج ايثنتيكيت، والمشرف لازم يطبع التقرير حق التشيك مع الخطاب بتاع الموافقه على اجتياز الامتحان، ولازم تكون نسبه البلاجيريزم ما تتجاوز 15% تقريبا او حاجه زي كده، وطلعت اكثر من كده بيطلب منك انك تعيد كتابه الاقسام اللي فيها نسخه ونقل كثير. فنعم تخضع، ودي مهمة للغاية يعني، موضوع النقل من الورق دي مهم يعني، لابد أي حاجة أنت بتكتبها يعني، ودي عموما دي من الأخلاق، دي من يعني كخلق عام ومبدأ أعتقد المفروض جميعا نتعلم ملتزم به يعني. حتى منشورات الفيسبوك لو في حاجة مثلا منشور عجبك حق زول تاني ما تنسخه زي ما هو وتكتبه كانه أنت كاتبه يعني، أو تقول منقول بس، لا يا أخي قول منقول من صفحات فلان الفلاني، أو أعمل شير للبوست يعني الناس يعرفوا أنه ده كلام الزور الفلان ما كلامك أنت. فنعم الرسالة حق الماجستير أيضا مخطط لنفس القواعد فيما يتعلق بالموضوع ده. طيب أنا أعتقد أنه بعد 5 دقائق حقنا ننهي اللايف لأنه الآن قريب ساعتين. طيب محمد، دكتور معليش تفضل يا مبدع، تعتذر تفضل. دي مداخلة الثانية، إذا مثلا أنا أقوم باستخدام برنامج تصميم محدد
زي سوليد ووركس، اوكي، ووضحت في ورقه ان انا مستخدم برنامج ده وكده. فدكتور قال لي حيسالوك عن اللايسنس تبع البرنامج، هل هو مكرك ولا هو فعل حقيقي؟ الكلام ده حقيقي؟ لا طبعا ما حيسالوك، ما اتوقع ابدا. يعني انا نشرت اوراق كثيره واستعملت برامج كثيره، ما اظن بيسالك كلام زي ده يعني. فما اظن حيسالك، وانت جبت الموضوع على كل حال. وانت لو كان البرنامج انت مستعمله مكرك او يعني، فلا طبعا ما حيسالوا عن حاجه زي دي. طيب ياما، في سؤال هنا فاتني بسبب ضعف النت فصل، ذكرت انه اعيد صياغه البحث في حال عايزه انشر منه اكثر من ورقه علميه. طيب صحيح، كيف بتتم الحاجه دي وهل هو مشترك كل التفاصيل؟ تتم حاجه يعني تعيد كتابه النص الموجود نفسه، يعني مثلا انت عندك النص بتاع الورقه الرئيسيه اللي انت نشرتيها، تكلمت مثلا في باراجراف معين، شرحت البحوث السابقه وعايز تشرح البحوث السابقه مره ثانيه في الورقه الثانيه دي، تقوم تختصر الكلام مثلا، يعني تقلل الكلام، تعيد صياغه بعض الجمل، تستخدمي مترادفات، يعني اعاده صياغه بالانجليزي يعني مقصود بها، مش يعني ده هو مقصود، بحيث انه ما تكون نسخت نفس الكلام مره ثانيه. وطبعا انت ممكن تختصري ايضا لما تمشي وعايز تمشي ورقتين من نفس البحث، الورقه الثانيه ممكن تكون مختصره اصلا، يكون عدد كلماتها اقل، يكون فيها نتائج اقل، فيجرز اقل او كده، فدي حسنا تظهر انها ورقه مختلفه. وهل هو مشترك في كل التفاصيل؟ ما فهمت يعني قصدك شو المشترك في كل التفاصيل. طبعا هو لما نتكلم عن موضوع نشر اكثر من ورقه علميه من نفس البحث، يعني ممكن يكون هو كلاهما، ممكن يكون نشر ورقتين علميتين من بحث واحد، او ممكن يكون نشر ورقه علميه ورقه مؤتمر من نفس الريسيرش، يعني ممكن يكون له عده صيغ، او ممكن نشر ورقتين حقت مؤتمر تو كونفرنس بروسيدنجز من بحث واحد. في الشاهد في العمليه دي انه اختصار الكلمات، تقليل عدد النتائج، واعاده صياغه الكلام بالانجليزي، ده هو المقصود يعني. لكن في حال من الاحوال لا يمكن ابدا انك تعمل كوبي بيست لنفس التكست نفس الكلام وتنشره مره ثانيه، ما ممكن طبعا. طيب هل ممكن تضمين الكتب والمقالات في الكتابه؟ لا يمكن نشر ورقه. تضمين الكتب والمقالات في الكتابة يعني كتب كجزء من الرفرنس، يعني تكون في المراجع. لا يمكن نشر ورقة ملخص لأوراق أخرى، أنه يعني ملخص يعني مجرد تجمع 20 ورقة وتلخص الشغل بتاعه، ده هو اللي بنسميه literature review. عنده طريقتين زي ما أنا ذكرت، ممكن يكون حاجة اسمها narrative review أو systematic review، كل واحدة منهم عندها طريقة معينة في الكتابة. ولكن هو ريفيو انا بالنسبه لي بفضل دائما انه زول ما يعمل ريتش ريفيو، حتعمله انت في بدايه البحث بتاعك مثلا، انت طالب دكتوراه حتعمله في السنه الاولى، حيكون الهدف من الريفيو مش مجرد تلخيص البحوث السابقه، ولكن ايضا تلخيص اهم النتائج والثغرات في البحوث السابقه، عشان تدي توصيات للباحثين في المستقبل. ده الحاجه المهمه، يعني مش مجرد انه تلخيص وفقط يعني. طيب احمد عبد العزيز قال، هل يشترط في الورقه العلميه نيو كونتريبيوشن ولا ممكن ميثودز نيو جديده؟ طبعا ممكن، انا ذكرت الحديث في السلايد الاول، ممكن الاضافه الجديده قد تكون ان عندك منهجيه جديده، مثلا انت عندك بحث مثلا عن التحقق من كميه الملوثات والكونتامينانتس في طيب عندك بحث مثلا عن عندك مثال يعني عن موضوع الميثودز، عندك بحث عن التحقق من كميه الملوثات او الكونتامينانتس في مياه البحر التي تم معالجتها مثلا بتقنيه معينه. فالناس عاده عشان يتحققوا من الكونتامينانتس بيستعملوا ميثود معين، مثلا اكسبيرمنتال ميثود معينه، انت تقوم لا تقول انا عندي ميثود جديد للتحقق، وتثبت ان المنهجيه بتاعتك مثل الجديده دي لما نستعملها بنطلع ايضا بنفس النتائج ديك، والمنهجيه دي افضل من المنهجيات السابقه لاسباب فلانيه، مثلا لانها اسرع او لانها تكلفتها اقل او لان الاكيرس حقتها اعلى. فنعم ممكن الاضافه الجديده في الورقه تكون نيو ميثود، ممكن الحاجه دي. طيب ادلال نسخ مص من ورقه علميه خاصه بي. ممتاز، سؤال متميز صراحه، سؤال جيد جدا يا ادلال، ما شاء الله عليك. دي اللي هي بنسميها سيلف بلاجيريزم، ويعتبر ايضا نسخ، ومن ناحيه علميه يعتبر غير مقبول من ناحيه علميه حتى لو كان ورقه حقتك انت. طيب في الحاله دي هو ما بنسميه سرقه علميه،
ديش بتاعك انت، لكن نسميه اخلال بالبروتوكولات او بمنهجيات البحث العلمي. فمفترض انه حتى الورقه بتاعتك وعايزه تنسخي او تشير اليها، تقوم تعيدي صياغه الحاجه اللي انت كنت قلتيها في الورقه ديك، وبعدين تكتب الريفرنس ليها طبعا. طيب طيب محمد نمر، اذا انا كاتب كنت كاتب ورقه بلغه معينه وكتبت بنفس الورقه او نفس الورقه بلغه تانية وفيها نفس الصور مع تعديلات بسيطه، هل ده ممكن؟ اللي هو الترجمه يعني. اذا انت ترجمت الورقه للغه تانية هل حيكون نفس الصور مع تعديلات بسيطه؟ اذا انت ترجمتها في موضوع بلاجيريزم بقى ما موضوع وارد، لانه اللغه مختلفه. اعاده استعمال الصور في الورقة الجديدة لابد بيخضع لقوانين قواعد النشر. يعني إذا كانت الورقة اللي أنت حتنسخ منها نشرتها كأوبن أكسس وعندك اللايسنس حقتك أنت للتوزيع، في الحالة دي ممكن تعمل ريفرنس للصور دي بدون ما تأخذ أي بيرميشن. أما إذا كنت تأخذ بيرميشن من الورقة دي كأنها كلوز أو من حقوق النشر لدار النشر، فلازم تأخذ البيرميشن لإعادة استعمال الصور. ما أعرف والله، قد تكون في شروط تانية لموضوع الترجمة حقه تتحقق. يعني بتلقى في مواقع الأوراق المنشورة في دور النشر المختلفة، يكون عندهم لما تفتح أوراق يكون في قسم بحاجة اسمها Get Rights and Links، رابط لاستعمال محتوى الورقة دي بما يشمل أيضا الترجمة. قد تكون في شروط تانية حقه ترجع عليها. طيب الواثق، سؤال عن classification of journals according to zone. Could you please say something about this؟ تصنيف المجلات بحسب المنطقة الجغرافية يعني. في تصنيف زي كده طبعا تلقاه موجود في موقع سايميجو جي ار، لنا سكرتيريا هو عنده التصنيف ده موجود، سكوبيتر عندهم التصنيف ده موجود. التصنيف جيد يعني، ممكن بفيد الناس انه يعرفوا حركة البحث العلمي في الدول كيف ماشي يعني بالضبط. فهو موجود، ممكن ترجع له. هل هو مفيد جدا؟ قد يكون مفيد في بعض الحالات زي البحوث اللي متعلقة بمناطق جغرافية معينة. فبديك مثال، مثلا احنا عندنا في تخصص تحلية المياه اللي اشتغلت فيه، تحلية المياه باستعمال الطاقة الحرارية، اكثر البحوث اللي عملت فيه اتعملت في منطقة الخليج. تلقاها من باحثين في جامعات خليجية او باحثين أوروبيين أمريكيين لكن شغالين مع جامعات في دول الخليج، لأن دول الخليج هي الدول الوحيدة في العالم تقريبا يعني اللي عندها، أو هي الدول الوحيدة في العالم اللي عندها أكبر عدد من محطات تحلية اللي تشتغل بالطاقة الحرارية. ففي بحوث قد تكون معتمدة على مناطق جغرافية معينة، فممكن تلقى نعم مجلة بتعنى بالبحوث ذيك، وتلقى أنه تصنيف المجلة راجع للدولة دي. على أنه بالمناسبة يعني تصنيف المجلات بالنسبة للدول بيعتمد على المجلة المسجلة في هذه الدولة. يعني قد تلقى مجلة مثلاً اسمها المجلة المصرية لعلوم الحاسب الآلي، وتلقاها مسجلة في كندا، ما مسجلة أنها مجلة مصرية يعني. فالزبر حاجة تنتبه الحاجة دي. طيب عمار، يا حياك الله يا بشمهندس، قل ليك كيف نتأكد أن المشكلة اللي عاوزين نحلها تم حلها سابقا بنفس الميثودولوجي منشورة في مكان ما لكن ما لقيت حظها من الانتشار؟ قصدك كيف نتأكد أن المشكلة اللي عايزين نحلها لم يتم حلها سابقا، صح؟ أنت عايز تأكد أن الحاجة أنت عايز تعملها يعني جديدة. هو طبعا التحقق من الحاجة دي عموما، لأنه الناس لأنه البحث بتاعك ده، هل في ناس تانين عملوه؟ هل في ناس تعمل نفس الميثودولوجي ولا لا؟ الطريقة الوحيدة أنك عبر أنك تعمل استقراء يعني وافي جدا للبحوث السابقة اللي هو الريتريشن ريفيو. عشان كده مرحلة الريتريشن ريفيو دي يعني المفروض طالب في مرحلة الدراسات العليا يبذل فيها وقت وجهد كبير يعني، ويستقي ويقرأ مئات الأوراق حتى يكون يعني واثق أنه خلاص البحث فعلا فيه جانب، فيه ميز وفيه إضافة علمية جديدة. فده الحل الوحيد. الموضوع ده قد يكون سهل في حالة البحوث اللي هي في مجالات ما مخدومة جدا، قد يكون سهل جدا. أمس المجال بتاعي تحت تحلية المياه لما بديت ما في باحثين كتاب يشتغلوا في موضوع التحلية الحرارية بالطاقة الشمسية، فما كان من الصعب علي أعرف الثغرات شنو والإضافة الجديدة حقت شنو. الموضوع بس محتاج استقراء أكثر وقراءة أكثر، وقراءة في مختلف المجلات في مختلف دور النشر الرئيسية.
بس الموضوع عايز له صبر وقت يعني عشان تتحقق انه البحث الجديد. طيب محمد قال شكرا كثير المعلومات من زي من اللايفات المتعلقه بموضوع النشر العلمي، ان شاء الله باذن الله حيكون في لايفات ثانيه مهارات قصيره في هنشرها في الجروب باذن الله. طيب سناء قالت لو البحث مثلا تم منذ 2005 هل يمكن نشر ورقه منه في 2020؟ ما فاهم كيف يعني نشر ورقه منه، يعني حتطور البحث مثلا واللي انت عايزه تاخذ الورقه نفسها وتنشرها ثاني ولا عموما لو هي حاجه نشرت في 2005 2020 معناها مرت 15 سنه، اكيد ان في 15 سنه تطور العلم وتحصلت يعني تغيرات في المجال، فالمفروض اي ورقه تتنشر الان في 2020 في نفس الموضوع حتكون حتستعرض حاجات جديده حصلت، يعني لازم حتكون تستعرض حاجات جديده وحتستعرض اضافات حتستعرض المتغيرات اللي حصلت في المجال يعني. فلا بد يكون البحث مواكب للتغيرات اللي حصلت في المجال، الورقه تكون مواكبه للتغيرات اللي حصلت في المجال يعني. طيب الان صراحه ساعتين انا اعتقد انه اتس انف تقريبا عشان بعدين الناس عايزين يشوفوا اللايف ما يزهجوا من طويل شديد. فشكرا جزيلا لجميع الشباب الناس اللي حضروا جزاكم الله خير. قالت لم ينشر منه ورقه، طيب ما نشر منه ورقه لكن البحث وشنو؟ طيب يعني هل معقوله من الوقت ذاك لحد الان بقي قيمتها؟ اذا كانت قيمته العلميه ما تغيرت وين كان انا استبعد الحاجه دي يعني؟ مستحيل يعني، انت معناها 2005 معناها المراجع اللي فيه كلها من سنه 2000 وفي التسعينات، دي حاجه قديمه شديد يعني ما اتوقع انه حيقبل اصلا. كان ممكن تنشروه بصفه ثانيه يعني اذا كان حاجه مفيده ممكن تنشروه كتقرير ريبورت يعني عادي وتنشروه في موقعك الخاص، بس كورقه علميه ما في تقديري غير يستاهل انه تبذل على وجهه لانه دي حاجه قديمه شديد صراحه. طيب محمد عبد الوهاب في حال كتابه الريش ريفيو احسن ارجع كم سنه ممكن نقول؟ والله يعني هو الموضوع ما عنده علاقه بس بترجع عليه كم سنه، الا اذا انت قاعد تعمل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو اللي هو انت قاعد تستقرئ التطور الحاصل في المجال بالنسبه على مدار الزمن يعني. فالموضوع ما هو انك ترجع كم سنه، الموضوع انك انت تستوعب تقريبا كل البحوث السابقه في المجال بتاعك، لكن ما يكون حاجه قديمه شديد، فبالتالي يعني في تقديري الشخصي ما تكون حاجه اقدم من 5 سنوات، إلا إذا كان المجال بتاعك مجال أصلاً ما فيه ما حصل فيه تقدم وتغير أو بحوث جديدة من فترة طويلة، بالتالي بتلقى مثلاً أنه في أوراق اتنشرت قبل 10 سنوات وما زالت هي مرجع رئيسي، في الحالة دي لا بأس. بس بصورة عامة إذا قلنا أن البحث في مجال نشط ومجال فيه نشر علمي وفيه تقدم في تقديري الشخصي ما ترجع أكثر من 5 سنوات لورا يعني، وخلي أغلب الريفرنسز تكون حاجات حديثة يعني. طيب إجلال بالنسبة للرفرنس أحيانا تنقل نص من ورقة والورقة أصلا جاية من مصدر أقدم، أي طبعا دي صح حاجة تحصل اللي هو دي مسميها secondary sources تقريبا. ممكن تعمل حاجة يعني مثلا يكون في معلومة في ورقة وهو اصلا الورقه دي كجاب المعلومه من ورقه ثانيه، فممكن انت نعم تاخذ تكتب الريفرنس الورقه الاصليه صاحبه المصدر الاصلي او تكتب الورقه اللي اشارت ليه، وايضا حاجه دي عاديه ومقبوله يعني ما فيها حاجه، وان كان الافضل في تقدير الشخص انه ترجع اليه صاحب المعلومه الاصلي في الاساسيه يعني. طيب ايهم نختار الجديد والقديم؟ عايز ما قلت لك الافضل في تقدير انه تختاري صاحب المعلومه الاصلي، وان كان لا باس انه تختار الورقه ديك الجديده وحاجه عاديه مقبول من ناحيه نشر علمي. طيب طيب انا اعتقد انه زينوف تقريبا خلاص كفايه الان اكثر من ساعتين.
الأسئلة، أي زول عنده أسئلة إضافية يعني حياكم في أي وقت، في زي ما ذكرت في المسنجر ممكن تتواصلوا معاي، أو في الصفحة بتاعتي في الموقع بتاعي، في صفحة عند الكونتاكت، ممكن أيضا الناس ترجع عليها وترسل لي إيميل وبرد عليكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، وشكرا على المتابعة والاهتمام، وإن شاء الله يعني يكون في لايفات جاية في نفس الموضوع ده. السلام عليكم.